بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده عن امتحان الخرسانة. هنعرف الامتحان شكله عامل ازاي، بيبقى في الغالب او 90% منه بيبقى شكله عامل ازاي، ونعرف كده نحل مسألة بالارقام مع بعض على المسألة الطويلة بتاعتنا بتاعت اللود ديستريبيوشن، وازاي كده نحلها من اولها لاخرها ونحاول نحلها بسرعة كمان. طبعا المسألة التانية او الاجزاء التانية بالامتحان بتبقى متعلقة بقى بالفيرست برينسيبل، وبتبقى متعلقة بقى بالكراكنج والوركينج والالتيميت. مش عارف بصراحة هلحق اعملها لكم ولا لا، بس يهمني قوي المسألة الاولى دي اللي هي بتبقى في الغالب عليها ويت كبير من الامتحان، يعني ممكن نقول 60% 65 وهكذا. فانت لو ضمنتها وعرفت تحلها كده وتجيب درجة كبيرة فيها، فانت يعني اعتبرت نفسك خلاص عديت من الايه، من الامتحان. بس طبعا احنا ما بنعتمدش على ده، بس احنا هنعتمد ان احنا نخش الامتحان نحاول نحل فيه كل الاجزاء اللي احنا عارفينها، ونحاول نخش في كل سؤال، ما نسيبش ولا سؤال فاضي، ده هدفنا. بس يعني انا عملت الفيديو ده محاولة ان انا اساعد شوية مع الناس اللي هي يمكن ما ذاكرتش من الاول، او يمكن ما تعرفش الامتحان هيمشي ازاي، وطبعا بقى في خوف كبير قوي من الامتحان، والناس تقول لك لا مش هتعرف تحل حاجة، ولا مش هتلحق، ولو عملت خطوة هتقعد فيها كتير. سيبك بقى من الكلام ده كله، خلينا بقى ايه، نبدأ كده في الامتحان وشكل الامتحان بيبقى عامل ازاي. فشكل الامتحان عامل ازاي؟ يعني انا هخش كده عندي ملزمة قديمة من لازم باشمهندس ياسر الليثي، طبعا عارفينه. يعني هوريكم بسرعة كده شكل الامتحان بيبقى عامل ازاي. ده كان امتحان 2011 2012، تمام. اول سؤال بيبقى اللي هو عليه 70% زي ما قلت لكم الامتحان، حسب بقى 60% 70% مش فارق، المهم هي درجة كبيرة من درجة الامتحان. بتبقى بقى مسألة زي دي كده، بيديك فريم او يديك جيردر كروس سيكشن كده الجيردر، ويديك الاستاتيكال سيستم بتاعه مثلا او ما يدكش، و شويه بقى ريكويرمنتس، بيقول لك اهو فيجر 1 شو كونكريت دايمنشن وهكذا، وهيطلب كذا مطلوب. مثلا يقول لك ارسم لي كونكريت دايمنشن، مثلا يقول لك ارسم لي لود ديستريبيوشن، هات ايكويفالنت وركينج لودز اند فور مومنت اند شير. هتلاحظ دايما ان في المساله دي بيمشي معاك خطوه بخطوه، يعني ما بيطلبش مطلوب ويسيبك ما تعرفش تبدا منين. هو دايما بيحاول ان هو في اول ترم خرسانه بتقابله بيحاول ان هو يقول لك ايه، لا اعمل لي كذا ثم اعمل لي كذا بعديه، فتلاقي الكلام كله معتمد على بعضه، مش هتحس انك تايه يعني في الخطوات، تمام. ده كده بيبقى شكل المساله في الغالب، يعني بيجي كده في الغالب بيجي كده، الا طبعا في السنه اللي فاتت اللي هي سنه امتحان 2016 لعب معاهم شويه، يعني ما جابلهمش مثلا ارسم لي اللود ديستريبيوشن، ما قالهمش ارسم لي اللود ديستريبيوشن اصلا. فالناس كانت داخله عامله حسابها ان اللود ديستريبيوشن ده عليه درجه كبيره من الامتحان، او درجه يعني كبيره من السؤال ده، فكانوا حافظين بقى الخطوه بتاعته والكلام ده، دخلوا ما لقوهاش، فالناس توترت شويه وما عرفش تحل. لا مش مشكله، المهم تعرف تمشي في الباقي، ما انت عارف ان بعد اللود ديستريبيوشن هتعمل ايه؟ هتحل الكاميرات بتاعتك وتجيب لها ايه؟ ايكويفالنت لود فور شير ومومنت. خلاص ما انت عارف بقى الخطوات دي، اشتغل فيها على طول، فما تتخضش لو ما لقيتش مثلا مطلوب منك لود ديستريبيوشن، تمام. فايا يكن يعني هو طلب او ما طلبش، فدي كده بتبقى في الغالب الايه، الريكويرمنتس اللي هو ايه عايزها. في الغالب بيبقى محدد لك كاميرات تشتغل عليها، تمام. بيبقى تلاقيه كده على الكروس سيكشن بتاعك محدد لك كاميرات، مثلا الكاميرا بي دي انا عايز لها هنا مثلا، بيقول لك عايز لها بيننج مومنت للكاميرا دي، وعايز كريتيكال ايه سيكشن اعمل لي ديزاين بيها. وكمان بيبقى محدد لك في الديزاين انا عايز انه طريقه للديزاين، طريقه ايه، هنا مثلا شارتس، في طريقه ثانيه اللي هي ايه الفيرست برنسبل اللي هي يوزنج التيميت ليميت ميثود، التيميت ليميت ديزاين ميثود، تمام. ده كده الفيرست برنسبل بقى. في الغالب ما بيبقاش رخم معاك شويه وبيقولها في الايه، في المساله الكبيره، يعني هو في الغالب بيجيب لك في المساله دي يقول لك هات لي تشارت يوزنج شارتس، تمام. ولو يعني رخم عليك بيقول لك يوزنج التيميت ليميت ديزاين ميثود بالفيرست برنسبل، تمام. طيب بعد كده بيطلب، بعد الديزاين بيطلب ايه، تسليح، ارسم لي ديتيلز اوف رينفورسمنت
وللكاميرات المعينه اللي هو عايزها، برضو بيحاول يحدد لك كاميرات عشان ما يضيعش وقتك، ماشي كده؟ بعد كده بقى يقول لك ارسم لي نورمال وشير والكلام ده. فانا بقول لك اهو من الاول انت بتبص على المطالب بتاعتك، شوف اول مطلوب ايه وحل بالترتيب اللي هو عايزه. ليه؟ لان الترتيب اللي هو عايزه ده في الغالب بنسبه 90% واكتر بتبقى ايه، بتبقى مترتبه في الحل. يعني انت هتلاقي ان الخطوه او المطلوب رقم 2 مثلا معتمد على المطلوب رقم 1 وهكذا، 3 معتمد على 2، فهو ايه مرتبها لك، فانت امشي مع الترتيب ده. طيب ايه كمان؟ لو جيت ترسم، لو جيت في المطلوب مثلا رقم 4 ده وقال لك ارسم لي بيندنج وشير ونورمال لكاميرا مثلا بي دي، فانت رايح دماغك نفض شويه للنورمال والشير، اشتغل على البيندنج بس. ليه؟ لان البيندنج ده هو الحاجه الكريتيكال بالنسبه لك في التسليح. يعني انت لما تعرف ترسم بيندنج مومنت خلاص ورسمت للكاميرا دي البيندنج بتاعها خلاص، ما انت هتعرف تسلح، هتعرف تعمل ديزاين وهتعرف تسلح، يبقى انت خلصت كل الخطوات او خلصت كل المطاليب. ترجع بقى في الاخر لو انت عندك وقت ارسم له الشير وارسم له الايه النورمال، لو ما عندكش وقت خلاص، ماشي كده؟ يبقى انت ما تضيعش وقتك في الامتحان، خليك ذكي. هو طالب بيندنج وشير ونورمال، لا ارسم لي بيندنج الاول وبعد كده ارجع في الاخر ارسم شير ونورمال لو عندك وقت. طب ايه كمان؟ طبعا هنا كانت المساله سهله شويه، كانت افقيه كلها زي ما انت شايف. هو في الغالب ما بيحبش يجيب الايه الاسئله السهله دي او الكاميرات السهله دي، بيحب يجيبها مايل، فتلاقي الكاميرا بتاعتك مايل. طب الكاميرا لو مايله وعايز ترسم لها نورمال وشير، هتلاقي الدنيا ايه رخمه شويه معاك، في بقى ايه، هتلاقي في زوايا بتظهر معاك وفي كل قوه بتحللها في اتجاه الكاميرا واتجاه عمودي على الكاميرا، الكلام ده بياخد منك وقت وبيضيع منك وقت. طب ليه؟ لا ارسم لي الشير على طول، ارسم لي المومنت على طول واعمل ديزاين وسلح وبعد كده ارجع في الاخر دور بقى على الشير والنورمال. ركز في حاجه كمان، لما يقول لك درو بيندنج مومنت وانت شايف ان في حالات تحميل ممكن تتعمل اعملها. يعني ايه؟ يعني هو هنا مثلا قال له درو بيندنج مومنت دياجرام وما قالوش ولا ابسليوت ولا ماكسيمم ماكسيمم، انت عارف يعني طبعا ايه؟ يعني ايه ماكسيمم ماكسيمم يعني ايه ابسليوت؟ من الاخر يعني انت بتعمل حالات تحميل، هنا مثلا في كانتريفر، فانت مثلا تعمل له مثلا مره هنا ديد لود على الكانتريفر وتوتال لود جوه، ومره ثانيه تحط توتال لود على الكانتريفر وجوه ديد لود عشان تعمل على التحميل وتجيب ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام وتعمل ديزاين عليه. طب هو هنا ما قالوش، طيب هتعمل ايه؟ فانا بقول لك اهو، لو لقيت ان الكاميرا بتاعتك او الاستاتيكال سيستم بتاعك ينفع يتعمل له حالات تحميل اعملها. ليه؟ لان انت اصلا منهجك اتشرح فيه الموضوع ده، وهو بصراحه ما بيمتحنش في الجزء ده اللي هو موضوع الماكسيمم ماكسيمم والابسوليوت الا في الترم الاول في ثانيه مدني. يعني في ثانيه مدني كده في الترم الثاني مش هتلاقي الكلام ده اصلا، فانت اعملها له خلاص. طيب طبعا مش هتاخد منك وقت، ممكن تزيد بس في الوقت 5 دقايق مش حاجه يعني. طيب ايه كمان؟ بعد ما تيجي تخلص كده الماكسيمم ماكسيمم والابسوليوت، طبعا الماكسيمم ماكسيمم هي الابسوليوت، بعد ما ترسم البيندنج مومنت بتاعها ابدا بعمل ديزاين، وزي ما قلنا نفض للشير والنورمال وارجع لهم في اخر الامتحان. طيب ده كده سريعا الكلام بسرعه عن اول مساله اللي هي مساله كبيره بتاعت ايه ال 70%. بعد كده بيجيب مساله ثانيه بتبقى في الغالب على الفيرست برنسبل، زي ما انت شايف كده مساله مديله سيكشن ومديله التسليح بتاعها وعايز في الاخر ايه اللود اللي يسيف على السيكشن ده. في الاخر انت هتستخدم ايه؟ هتستخدم الفيرست برنسبل بقى كلها، ماشي كده؟ ساعات بقى بيظهر لك هنا الكراكنج والالتيميت والوركينج والكلام ده كله. ده كده شكل الامتحان في الغالب. طبعا بقى ممكن يتغير شويه، ممكن يجيب لك مساله واحده بس، وده حصل معانا في امتحان يعني مش فاكر سنه كام، يعني ان السؤال الثاني معتمد على السؤال الاول. ازاي؟ هتلاقي ان مثلا جايب لك الكاميرا دي حلها لي هنا يوزنج شارتس، وجاب لك في السؤال الثاني قال لك في السؤال الاول في نفس المساله دي حلها لي فيرست برنسبل، ويحدد لك سيكشن مثلا ويقول لك هات لي الكراكنج والايه والالتيميت والوركينج وكل الكلام ده كله كده في نفس المساله. يهمك حاجه؟ لا ما يهمكش اي حاجه، هي نفس المسألة، ما تقلقش يعني، ما تقولش ايه ده الامتحان كله مسألة واحدة، لا مش كله معتمد على بعضه، ده مفصول عن ده. طيب نخش بقى دلوقتي
في مسألة كده نحلها بالأرقام على دي load distribution والمسألة اللي هي الكبيرة بتاعتها. فدي كده اكزامبل انا شايفه لامم المنهج كله بصراحة، او شايف ان هو لامم الملاحظات بتاعتنا كلها. ليه؟ اول حاجة دي كده شخشيخة. تعرفين يعني ايه شخشيخة؟ يعني في الاخر دي بلاطة محملة على كمرتين، خلاص. بعد كده الكمرتين دول بيرموا حمل على البوست، ماشي، ومن البوست بيرمي حمل على الكمرتين دول اللي هم متهشرين دول، وبعد كده الكمرتين دول بيرموا الحمل بتاعهم على الجيردر اللي هي مش متهشره الكبيره دي. فالاول كده لازم تفهم الايه اللود ماشي ازاي. يبقى الشخشيخه دي بترمي حملها فين؟ بترمي حملها على الكمرات المتهشره، وبعد كده الكمرات المتهشره دي بترمي حملها على الجيردر. طيب نركز تاني، انا بقول ان المساله دي لما الملاحظات بتاعه الايه التسليح ولما الملاحظات بتاعه الديزاين كلها تقريبا. ليه؟ اول حاجه فيه هونش اهي، الهونش دي كده فيها ملاحظه تسليح. طيب الجزء المايل في الكاميرا دي، ما هو الكاميرا مايله اهي، مش ده برده ملاحظه في التسليح فيها مقصات وهكذا؟ تمام. وفي جزء افقي عادي جدا هيقابلني عادي. ايه كمان؟ شايف الجزء المتهشر ده؟ ده معناه ايه؟ معناه سلاب بلاطه يعني متحمله على كمرتين في الاتجاه اللي هو داخل على الصفحه، عمودي على الصفحه. بعد كده الكمرتين دول بيرموا حملهم فين؟ على الجيردر اللي هي متكرره كل سبيسنج، ماشي كده. ايه كمان في الملاحظات اللي انا شايفها؟ في باربت اهو، في سور. في ناس ممكن تنسى الحمل بتاع السور ده والحمل بتاع الكانتليفر ده. ايه كمان؟ شايف برضو الشخشيه نفسها فيها كانتليفر، في ناس ممكن تنساه. كلها ملاحظات ممكن توقع درجات منك في الامتحان، فلذلك المساله دي تقيله شويه مليانه ملاحظات هنقولها واحنا ماشيين في المساله. طيب خلينا نفهم بقى المساله كده، او الشكل اللي انت شايفه تاني مكون من ايه. فبقول لك ان هي مكون من بلاطه بترمي على كمرتين، الجزء اللي فوق ده كده كله اسمه شخشيخ. طيب الجزء اللي فوق ده كله بيرمي على ايه؟ على تو بوست، سوري اربعه بوست، اتنين بوست هنا واتنين بوست في الناحيه الثانيه متكررين يعني. طيب ايه كمان؟ البوست نفسه مع الحمل اللي فوقه بيرمي حمله على الكمرتين اللي هم دول، دي ودي، وبعد كده بيرموا في الاخر على الجردل كلها اللي هي مش متهشره الكبيره دي اللي هي الدي بتاعتها او الديبث بتاعها بمتر. ايه كمان؟ شايف في هنا كانتليفر سلاب، كانتليفر سلاب مع السور ده، كل ده محمل على مين؟ محمل على الكاميرا المتهشره دي، والكاميرا المتهشره دي بتحمل على ايه في الاخر؟ على الجردل اللي هي مش متهشره الكبيره دي. طيب نفس الكلام، ادي سلاب بتحمل على ايه؟ كمرتين زائد الجردر دي والجردر كل سبيسنج. هنفهم الكلام ده كله في اللود ديستريبيوشن، خلاص. في كاميرات مايله يعني ملاحظات مقصات، يعني في تداخل وتباعد. اول ما تشوف كاميرات مايله اعرف ان في ايه؟ تباعد وتداخل، يعني في مقصات او مفيش مقصات، كلها ملاحظات لازم تظهر في دماغك. طيب خلينا نخش كده في المطالب بتاعتنا. فبيقول لك الاول كده في داتا عندك، مديك التي اس اللي هي سمك السلاب بتاعتك 12 سنتي. طب لو ما ادهالكش خدها انت، اسيوم ان التي اس ببوينت 12 متر اللي هي 12 سنتي يعني. في ناس ممكن تفرضها 12 سنتي، في ناس ممكن تفرضها 14 سنتي، ما تزودش انت عن كده. طيب السبيسنج ب 6 متر، يعني ايه سبيسنج؟ يعني شايف انت الجردر دي، شايف الجردر اللي هي مش متهشره دي هتتكرر لجوه الصفحه كل 6 متر. تمام. مديك بقى الاون ويت الجردر ومديك اون ويت البيم. ايه اون ويت الجردر دي؟ ما انا بقول لك بقى الجزء اللي مش متهشر ده هو ده الجردر، فهو مديك الاون ويت بتاعه، وكمان مديك الاون ويت بتاع الكاميرات كلها. كل كاميرا الاون ويت بتاعها بكام؟ ب 3 كيلو نيوتن على المتر تو متر تان متر رن، خلاص. طيب ايه كمان؟ الاون ويت ده لو ما ادهالكش تعرف تجيبه ولا لا؟ اي اون ويت في الدنيا هو بي في تي في جاما، بي في تي في جاما. يعني ايه بي في تي في جاما؟ يعني عرض الكاميرا في سمك الكاميرا او الدبس بتاع الكاميرا في الجاما اللي هي مكونه منها الماتيريال بتاعت الكاميرا اللي هي الخرسانه. جاما خرسانه بكام؟ ب 25 ميجا باسكال. طيب
مديك اهو العرض بتاع كل الكاميرات ب 250، والعرض بتاع الجرر بكام؟ ب 350. كل دي داتا لازم تستخدمها، كل دي داتا لازم ايه تستخدمها، ما ينفعش انت تقلب بقى من دماغك الارقام خلاص، هو كده لازمك بالارقام دي. طب ليه بقى؟ هو بيحب يسهل على نفسه ان كلنا نمشي بنفس الارقام، عشان كلنا المفروض نوصل لنفس النتيجة. خلاص؟ لو انا فرضت الاون ويت بتاعي بخمسة وانت فرضته بستة، يفرق عن ايه؟ انا نتيجتي تفرق عن نتيجتك شوية، فهو عايز يثبت النتيجة في الاخر او الفاينل انسر. طيب ايه كمان يهمني قوي؟ مديني اللايف لود والفلور كفر، ومديني الاف سي يو والستيل بتاعي او الاف فيلد بتاعي ب 360. كل دي داتا لازم تاخد بالك منها. طيب ايه بقى المطلوب مني في الامتحان او في المساله دي؟ اول حاجه بيقول لي احسب الايكويفالنت وركينج لودز فور شير اند مومنت. لمين؟ للجردر بس. طيب ليه انا بقرا السؤال كده بالراحه؟ ليه؟ لان انت في الامتحان لو ما قريتش السؤال بالراحه كده او المطلوب بتاعك، ممكن تحل حاجات انت مش عايزها اصلا، تضيع وقتك وما تاخدش عليها درجات في الاخر. فبالراحه كده وانت بتحل المساله دي بالذات اقرا المطلوب. هو بيقول لك لمين؟ للجردر. خلاص يبقى انا مش هشتغل غير للجردر. ازاي؟ هنعرف دلوقتي. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ ارسم لي الشير فورس دياجرام ديو تو توتال لود. خلاص اند ماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام. اهو قال لك ارسم لي البيندنج مومنت دياجرام بتاعك ماكسيمم ماكسيمم. لو شال الماكسيمم ماكسيمم وحط كلمه ابسوليوت هي هي. خلاص؟ لمين برضو؟ للجردر بس. ماشي. بعد كده بيقول لك ديزاين الكريتيكال سيكشنز للجردر تو ساتسفاي ذا بيندنج ريكويرمنتس يوزنج ذا جيفن دايمنشنز. خلاص؟ يعني هو مديك دايمنشنز، خد بالك. هو مديك دايمنشنز، يعني مثلا مديك الدبس بتاع الجردر، ما تألفوش من دماغك أو ما تحسبوش أنت، هو مديهولك. طيب آخر مطلوب بيقول لك ارسم لي تسليح الجردر دي، ومديك ايه؟ سكيل. لازم تمشي بالسكيل ده، لازم تلتزم بيه في الاليفيجن وفي كروس سيكشن. طيب نفكر في المساله دي ازاي كده بالراحه. احنا عارفين المساله دي، المساله دي كده من اولها لازم تمشي خطوات ثابته. اول خطوه بتعمل لود ديستريبيوشن، الخطوه دي ما تاخدش منك خالص اكتر من 8 دقائق ل 10 دقائق، ما تاخدش منك اكتر من كده. ليه؟ لان المفروض انت بترسم بسرعه، انت فاهم على طول، متخيل الشكل عامل ازاي، ترسم بسرعه بالمسطره كده مش بايدك او بالمثلث كده. خلاص؟ بعد اللود ديستريبيوشن بتحدد الكاميرات واسامي الكاميرات على اساس الاسامي اللي هو مديها لك. طب هنا في المساله مش مديك اسامي كاميرات، يعني مش قايل لك مثلا الكاميرا دي اسمها ايه. خلاص يبقى انت في اللود ديستريبيوشن بتاعك سمي انت الكاميرات بتاعتك ب1 ب2 ب3 وهكذا. خلاص؟ وطبعا هو محدد لك في السؤال ان الجي الجيردر دي اسمها ايه؟ اسمها جي، خلاص هتشتغل على اسم الجي ده. ماشي كده؟ يبقى اول خطوه ايه؟ اللود ديستريبيوشن. بعد كده بعد اللود ديستريبيوشن بتعمل ايه؟ بتاخد كل كاميرا من الكاميرات اللي انت عايزها تعمل لها ايكويفالنت لود فور مومنت اند شير، بتحسب لها ايكويفالنت لود. بعد كده بتيجي تحسب، ادي مثلا الكاميرا دي وليكن اسمها بي 1، والكاميرا دي مثلا اسمها ب2، والكاميرا دي اسمها ب3، والكاميرا دي مثلا اسمها ب4. طيب هتقول لي ايه؟ ب1 دي هتجيب لها لود فور مومنت ولود فور شير. وبعد كده تعمل ايه؟ انا هدف في نهايه المساله امسك الجردر وارسم لها بيندنج وشير الجردر نفسها. خلاص مش قلنا الكاميرات دي محمله على الجردر؟ اه، يبقى انا لازم احسب الاول الكاميرات دي وبعدين اخد منها رياكشنز ارميها على الجردر. فهمت الفكره؟ تاني يبقى انا هدفي في الاخر ان انا احل الجردر الكبيره. الجردر دي محمل عليها شويه حاجات، يبقى الذكاء ان انا اعمل ايه؟ ابدا الاول من فوق عشان ارمي الحمل، وطول ما انا نازل احسب الاحمال لغايه ما اوصل للجردر، وبعد ما اوصل للجردر احلها بقى. فلذلك انا في المساله دي هبدا بالشخشيخه، هبدا بالجزء اللي فوق ده، اجيب الاحمال من فوق وارميها في الاخر على الكاميرات دي اللي هي الكاميرات المتهشره، وبعد كده احسم الكاميرات المتهشره دي وارمي حملها على الجردر الكبيره، وبعد كده احل الجردر الكبير.
وهكذا نفس الكلام هنا. هاخد السور مع الكنتريفر سلاب دي ارميها على الكاميرا المتهشره، وبعد كده اخد الكاميرا المتهشره احلها واجيب منها رياكشنز، وبعد ما اخد الرياكشنز دي ارميها على الجلدر الكبيره وابدا احل ده كله مع بعض. خلاص كده؟ طيب لما اجي احل بقى الكاميرا الجلدر الكبيره دي، خلاص انا عندي شويه ديستريبيوتد لود وشويه كونسنتريتد هعرفهم دلوقتي في المساله، واعرف من دلوقتي بقى احل بيندنج مومنت دياجرام وارسم بقى شير ومومنت وهكذا. خلاص؟ طيب تعالى نخش بقى في الحل. ادي اول مطلوب، ادي المساله بتاعتك. عندك اول سيكشن اللي هو سيكشن واحد، لما تيجي ترسم اللود ديستريبيوشن بترسم كل سيكشن لوحده. يعني ايه؟ يعني هنا كده ده ليفل وده ليفل. لو انا جيت قطعت من هنا كده ورسمت لود ديستريبيوشن وبصيت لفوق كانشائي طبعا، خلاص، وجيت ارسم لود ديستريبيوشن، هل هشوف الكاميرات دي معايا؟ لا طبعا مش هشوفها. خلاص، يبقى لذلك انا لازم اعمل ايه؟ لازم اقطع قطعه ثانيه في ليفل ثاني وارسم لي لود ديستريبيوشن. خلاص، يبقى ادي الليفل الاولاني اللي هو سيكشن واحد، هرسم له اللود ديستريبيوشن بتاعه. عباره عن ايه؟ عباره عن بلاطه فيها كانتليفر كده وفي كمرتين بس، كمرتين بس شايلين البلاطه دي. عرفت منين؟ بص كده، في هنا كاميرا او خط تاني معمول هنا كده؟ لا مفيش. طب وده بيعبر عن ايه؟ بيعبر ان في كاميرا في الاتجاه التاني، في الاتجاه العرضي يعني. يعني الكاميرا المتهشره دي، دي كده عموديه على الصفحه. طب لو في كده خط تاني هنا معناه ايه؟ معناه ان كمان في كاميرا في الاتجاه الموازي للصفحه، يعني في اربع كاميرات موجوده شايله البلاطه دي. طب هنا؟ لا هنا مش موجوده اربع كاميرات، هنا في كاميرتين بس. فلذلك لما اجي ارسم هتلاقيني برسم ايه؟ البوست بتاعي أربعة بوست. ليه أربعة؟ لأن أنا برسم اللود ديستريبيوشن بتاعي برسمه بالسبيسنج بتاعه. يعني آدي اتنين بوست، وبعدين هيتكرر اتنين بوست كمان كل سبيسنج، فأنا هرسم سبيسنج واحدة بس بيعبر عن كل الإيه؟ المنشأ بتاعي. طيب، يبقى الجزء اللي هو الأربع أعمدة دي اللي هي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن البوستس دي. اتنين هنا واتنين كل سبيسنج. تمام؟ طيب، ايه كمان؟ احنا قلنا بقى السلابه بتاعتك حدودها فين؟ حدودها ايه؟ من اول هنا لغايه هنا، دول كانتريفر اهم، الخطين بتوعهم اهم. ايه كمان؟ عندك الكاميرا دي والكاميرا دي، سميناهم بي ايه؟ بي 1 اهم، الخطين بتوعهم كده، دول كده بيعبروا عن الكاميرات. ما دام الخطين هما الاثنين سوليد معناهم ان الكاميرا دي ساقطه. ما دام الخطين بتوعنا سوليد معنى ايه؟ معنى ذلك ان الكاميرا بتاعتك ساقطه. طيب، متحمل عليك الكاميرتين دول، محملين على البوستس دي. خلاص؟ في بوست هنا وبوست هنا، وفي بوست كمان متكرر كل سبيسنج، يعني كل 6 متر المفروض ارسم ايه؟ اتنين بوست جنب بعض. طبعا انا هرسم قطعه واحده بس، سبيسنج واحده بس. وضح لنفسك الدايمنشن عشان ما تتلخبطش في الامتحان. ليه؟ دلوقتي الحته دي كده افقيه ولا مايله؟ لا افقيه، خلاص. يبقى وضح لنفسك ان الكانتيليفر بتاعك متر، والجزء الداخلي 3.5، وسمي الكاميرا بتاعتك عشان ما تتلخبطش. خلاص كده؟ يبقى ده كده بلان 1 اللي هو السكشن الاولاني اللي هو في الليفل اللي فوق. كده انا رسمت اللود ديستريبيوشن بتاع الشخشيخه. ماشي كده؟ بعد كده عايز ارسم اللود ديستريبيوشن اللي هو في الليفل الثاني او الايه؟ بلان 2. بيوضح قدامك ايه؟ عمود والثاني، يبقى عندك عمودين. خلاص؟ اهو ترسم اول حاجه عمودين، وبعد كده ترسم عمودين تانيين منهم مسافة 6 متر اللي هي السبيسنج. يبقى خطوات رسم اللود ديستريبيوشن محفوظة. بتعمل ايه؟ بترسم الاول الاعمدة، الحاجة اللي شايلة رأسيا من تحت. ادي الاعمدة، عندك كام عمود هنا؟ واحد، اتنين، خلاص؟ تاني، عندك كام عمود؟ ادي واحد وادي التاني، خلاص؟ ادي يا عم هترسم ايه؟ ادي عمود وادي التاني، وبعد كده تكررهم بقى كل سبيسنج 6 متر. هو مديك في المساله السبيسنج 6 متر، تمام. يبقى تكررهم تاني، ادي عمود وادي التاني. خلاص كده؟ بعد كده ترسم ايه؟ ترسم الجردر بتاعتك. الجردر بتاعتك ممتده من فين لفين؟ وخد بالك قوي ممتده من فين لفين دي. ليه؟ لانك لو ما ركزتش ممكن تخلي الجردر اللي هي ممكن تكون سيمبل ترسمها انت كونتينيوس، وممكن تكون الجردر بتاعتك
زي دي مثلا سيمبل وسكنتليفر ترسمها لي انت سيمبل بس، فخد بالك جدا. طيب نركز هنا كده، الجردل اللي هي مش متهشره دي الكبيره، الاستاتيك سيستم بتاعها ايه؟ سيمبل ولا سيمبل وسكنتليفر؟ لا دي سيمبل وسكنتليفر. خلاص يبقى انا في الاخر هرسم عمودين وبينهم خط كده ممتد لبره شويه عشان في كانتليفر، وهو ده اللي فعلا رسمناه اهو. ادي الخطين دول اللي هم بيعبروا عن الجردر، ممتدين لفين؟ لبره شويه، بره العمود، ده الكانتليفر. ونفس الكلام موجودين اهو متكررين كل 6 متر اللي هي كل السبيس. يبقى دي لو هاجي اسميها هسميها ايه؟ جي، وهنا جي. خلاص كده؟ بعد كده تعمل ايه؟ توضح بقى الابعاد بتاعتك. توضح الابعاد بتاعتك. في كمرات عمودية على الجردر دي؟ اه في، تمام. انه ادي كده في كاميرا، ادي واحد اللي هي متهشرة دي، بعد كده في جرد في كاميرا تانية، ادي اتنين، في كاميرا تانية، ادي تلاتة، ادي اربعة، ادي خمسة. يبقى عندك خمس كاميرات، خمس كاميرات متحملين على الجردر دي. خلاص يبقى ادي الخطين بتوع الجردر هنرسم عليهم خمس كاميرات. عد معايا، اول واحدة اهي متحملة على العمود على طول اللي هي المتهشره دي. طب تاني واحده اللي هي دي متحمله على ايه؟ متحمله على الجردر على طول، متحمله على الجردر على طول اهي. الكاميرا دي كاميرا اللي هي رأسيه دي، خد بالك بقى يعني ايه متحمله؟ يعني الخطين بتوع الجردر مكملين، انما الخطين بتوع الكاميرا بيقفوا على وش الجردر ويكملوا بعدها. هي دي معنى التحميله، لو ما رسمتش كده في الامتحان بتنقص. طيب المسافة بين الكاميرا دي والكاميرا دي قد ايه؟ ركز معايا بقى، من هنا تظهر أول ملاحظة. أول ما تبقى تلاقي الكاميرا كده مايلة هات لي الطول المايل. أول ما الكاميرا تبقى مايلة هات لي الطول المايل. طب يا باشمهندس ركز كده معايا، نجيب الطول المايل ازاي؟ نجيب الطول المايل ازاي؟ دلوقتي تعرف تجيب الزاوية دي ولا لأ؟ أعرف أجيبها يا باشمهندس. ازاي يا باشمهندس بقى تعرف تجيبها؟ هات لي الجزء الرأسي بتاع المثلث ده، كون لي مثلث هنا كده. مثلث عبارة عن الجزء الرأسي بتاعه متر، والجزء الأفقي بتاعه كام؟ 3.5. تعرف تجيب لي الطول المائل منه؟ اه طبعا، في فيثاغورس متر سكوير زي 3.5 سكوير تحت الجذر يطلع لي 3.64. واحد سكوير، واحد سكوير زائد 3.5 سكوير تحت الجذر يطلع لي كام؟ 3.64. وهات لي الزاويه دي، الزاويه دي تجيبها ازاي؟ تان الزاويه، تان الزاويه بتساوي الراسي على الايه؟ المجاور، يعني واحد على واحد على ايه؟ 3.5 بيساوي شيفت تان، يطلع لي الزاويه بكام؟ 15.94. على فكره انا بحسب معاك هنا كده، انا بحسب على الكالكوليتر معاك وانا شغال معاك في الفيديو عشان اتاكد من الارقام اللي هو عاملها. طيب يبقى انا بجيب ايه؟ اول ما الاقي جزء مايل او كمرات مايله احسب الطول المايل واحسب الزاويه بتاعت الميل، هما الاثنين هيفيدوني دلوقتي. اول حاجه هتفيدني الطول المايل، هيفيدني في ايه؟ ان انا لما اجي ارسم اللود ديستريبيوشن ارسمه بالطول المايل مش بالطول الافقي. يعني المفروض المسافه من الكاميرا دي للكاميرا دي تبقى كام؟ مش 3.5، لا 3.64. اقيسها كده معايا وهشر الجزء المايل زي ما شايف كده، التهشير الاحمر الاحمر ده، وانت تهشر كده خفيف خفيف كده على الرسمه معناها ان الجزء ده مايل. طيب يبقى فهمت معايا الجزء المايل ده تعمل ايه فيه؟ المسافه دي عباره عن 3.64 مش 3.5. طيب كمل معايا، يبقى انا رسمت الكاميرا دي خلاص ورسمت الكاميرا دي، فاضل ايه؟ همشي كده شويه الاقي في كاميرا ثانيه، بس المسافه بينها قد ايه؟ 3.5. افقي ولا مايل؟ لا دي الحته دي افقيه، خلاص ارسمها زي ما هي، ادي 3.5 كده واحط الكاميرا بتاعتي. خلاص كده؟ خد بالك برضو من التحميل، هتحمل على الجردل يبقى الجردل مكمله والكاميرا بتقف. طيب نفس الكلام ده بيتكرر هنا، الجزء ده نفس الميل بالظبط بتاع ده. طبعا انا عايز اتاكد هو مديك اي مسافه راسيه تانية غير الواحد متر دي؟ لا، يبقى هي نفس الايه؟ نفس الميل، يبقى نفس الزاويه هنا ونفس الطول المايل. هتكرره تاني هنا 3.64 وتهشر الجزء ده. تمام، بعد كده بعد العمود ده على العمود نفسه بتحمل فيه كاميرا كده، خلاص ترسمها برده، ادي الكاميرا دي. وبعد كده في مسافه هنا كده
افقيه اسمها 2.5، المسافه دي 2.5. فانت ارسم الكاميرا دي اهي، دي اخر كاميرا معاك، الكاميرا دي كده. خد بالك بقى، خد بالك الكاميرا دي برضو محمله على الجردر، بس خط الايه اللي نهايه الكاميرا مكمل زي ما انت شايف، ما توقفوش. الخط اللي في الاخر ده ما يوقفش، ليه؟ دي نهايه الجردر اصلا. خلاص كده، خد بالك بقى اهو، انا بسمي الكاميرات بتاعتي المتشابهه بسميها زي بعض، المتشابهه بسميها زي بعض. يعني ايه متشابهه؟ يعني الكاميرا، نطلع كده في الاليفيشن، الكاميرا دي، الكاميرا دي، والكاميرا دي شبه بعض جدا. ليه يا باشمهندس؟ هما مش شايلين نفس الحمل من فوق؟ اه، شايلين الاحمال دي اللي هي جايه من البلاطه، والاون ويت بتاع الكاميرا دي، والاون ويت بتاع البوست. هو نفس الحمل هنا، هو نفس الحمل هنا، صح ولا لا؟ تمام. طيب ايه كمان؟ لو نزلت على اللود ديستريبيوشن، لو نزلت على اللود ديستريبيوشن هتلاقي الجزء ده، الجزء ده حمل، يعني في بلاطه هنا ولا مفيش؟ لا مش فاهم، نطلع فوق كده، هنا كده هل في بلاطه متهشره؟ لا مفيش. ده معناه ايه؟ معناه ان في فويد هنا، يعني مفيش بلاطه هنا، يعني ما ينفعش تيجي تقف هنا. يعني من الاخر، هنا في بلاطه وهنا في بلاطه، انما هنا في ايه؟ في فويد، في ايه؟ فويد. فلذلك لما تيجي ترسم اللود ديستريبيوشن بتاعك بترسمه اكس كده، ولو سمحت ما عشان ما تنساش وما تتلخبطش اكتب هنا كده فويد، هنا كده اكتب فويد، وهنا كده اكتب فويد، وهنا كده اكتب فويد. ليه؟ عشان انت ممكن تيجي تتلخبط في الامتحان وتاخد هنا حمل على الكاميرا دي، وحمل على الكاميرا دي من هنا، وهنا اصلا ما فيش احمال. ما احنا عارفين ان الحمل بيتنقل من فين لفين؟ من البلاطه على الكاميرا. طب هنا اصلا ما فيش بلاطه، ما فيش سلاب، يبقى اصلا هنا في فويد، ما فيش اي حاجه متحمله على الكاميرا دي والكاميرا دي. يبقى نفس الحمل جاي من هنا على الكاميرا، نفس الحمل جاي هنا على الكاميرا، لذلك الكاميرا دي اسمها زي اسم الكاميرا دي. ركز معايا تاني وهقول نفس الكلام كمان شويه. طيب نرجع بس لمرجوعنا تاني. يبقى انا لما اجي ارسم لود ديستريبيوشن هرسم، هبدا كده الاعمده، وبعد كده الجردر، وبعد كده الكاميرات اللي متحمله على الجردر. طيب انا في حاجه نسيتها، السور ده والكنتليفر سلاب. انا وصلت في الاخر ان في كاميرا متحمله على الجردر، في مسافه واحد وربع، في كانتليفر سلاب، يعني مفيش كاميرات من الاخر، يعني الجردر دي واقفه هنا بس مش مكمله، ماشي كده؟ يبقى في هنا كانتليفر سلاب، وبعد كده في سور. خدت بالك من سيكنس السور اللي هو بوينت 12؟ هترسمه برده بالسيكنس بتاعه اللي هو الجزء ده كده، الخطين دول بيعبروا عن السور. كده انت خلصت شكل الاستاتيكال سيستم بتاعك من غير لسه توزيع الاحمال. اللود ديستريبيوشن بتاعك مطلوب منك ترسم شكل الجردر والبيمز وكل حاجه استاتيكال سيستم، زائد انك توضح عليها شكل اللود ديستريبيوشن نفسه، يعني شكل الاحمال هيمشي ازاي على الكاميرات. فانت تبدا بقى تحسب البلاطات والباكيات بتاعتك 1 واي ولا 2 واي، 1 واي ولا 2 واي. فركز معايا، المسافه دي من هنا لهنا قلنا هي السبيسنج 6 متر، اكتب بقى ابعادك على الشكل ده او على البلان ده عشان ما تنساش. هنا بنشتغل ب 3.64، هنا بنشتغل ب 3.5، وهكذا 3.64، هنا 2.5، هنا 1.25. خلاص؟ طيب نبدا بالباكيه دي، الباكيه دي، ركز كده معايا، الحته دي كده بس، المسافه اللي هي الحته دي بس كده الافقيه بتاعتها كام؟ 3.64. طب المسافه الرئيسيه دي كام؟ 6. تعرف هي 1 واي ولا 2 واي ازاي؟ اقسم الطول الكبير على الطول الصغير، يعني 6 على 3.64. هات كالكوليتر لو سمحت، 6 على 3.64 بتطلع 1.65. طيب هي 1.65 دي اقل من 2 ولا اكبر من 2؟ لا اقل من 2، يبقى 2 واي. طب فرضا طلع ان ال على ال شورت ب 2، هتعملها 2 واي ولا 1 واي؟ هتعملها 2 واي برضه، ده الكود الجديد. يبقى ركز معايا بقى، قسمت الطول الكبير على الطول الصغير، طلع اقل من 2 يبقى 2 واي. هتعمل انت ايه بقى لو سمحت كده عشان تعمل اللود ديستريبيوشن بسرعه والبلندر بسرعه؟ ما تعملش بالمسطره بقى شغل اللود ديستريبيوشن بتاعك، لا احنا خلاص رسمنا شكل الكاميرات والعمدان والابعاد وكل حاجه بالمسطره. شايف بقى الدوتد ده اللي هو بيوضح لك اللود ديستريبيوشن نفسه وتوزيع الاحمال؟ تعملها بايدك ازاي؟ هتعمل خط راسي كده دوتد موازي للطول الكبير في الباكيه، يعني الباكيه دي كده هتعمل خط راسي،
خط رأسي صغير كده موازي للطول الكبير او للبعد الكبير بتاع الباكي، وبعد كده نصف الزاوية نصف الزاوية نصف الزاوية نصف الزاوية بعينك، ما تقيسش حاجة بعينك كده بسرعة. طيب يبقى كده انت عملت اول شكل اللود ديستريبيوشن، تطلع كده فوق وتعمل نفس الكلام اكنك نصفت الحتة دي او خدت جزء كده قطعت حتة كده وعملت لها ميرور هنا خلاص، ونفس الكلام ايه نفس الكلام تحت خلاص كده تمام. خش بقى بعد كده على الجزء ده، زي ما قلت لك الجزء ده كده ما فيهوش بلاطه، فلذلك تكتب هنا فويد هنا فويد هنا فويد عشان ما تنساش وتعمل توزيع احمال. طيب نخش تاني على الجزء اللي هي الباكيه دي، نفس الكلام عملته في الباكيه اللي على الشمال هتعمله هنا، 6 اللي هي الطول الكبير على الطول الافقي بتاعك اللي هو 3.64 اللي هو الطول المايل يعني، نفس الكلام يطلع لك 1.65 يبقى 2 واي. هتعمل خط بايدك دوتت كده موازي للبعد الكبير في الباكيه، وتنصف بايدك كده على طول الايه الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي، المفروض 45 كل ده، المفروض دي كلها 45 خلاص. ايه تاني كده انت خلصت اللود ديستريبيوشن هنا وهنا في الباكيات اللي هي المايله دي، فاضل ايه؟ فاضل الجزء ده مع الكانتليفر سلاب. نخش تاني في اللود ديستريبيوشن، يبقى انت هنخش في ايه؟ في الباكيه دي. الباكيه دي عباره عن ايه؟ الباكيه دي عباره عن 6 راسي و2.5 افقي. طيب احسبها تاني كده على الكالكوليتر، 6 على 2.5 هتطلع 2.4، يعني ال ال على ال شورت طالع اكبر من 2، يبقى دي 1 واي ولا 2 واي؟ طبعا 1 واي. طيب خد بالك بقى عشان هنا بيظهر خطأ ولخبطه، دايما الحمل بيرمي في اتجاه قصير ما دام في 4 كاميرات، يعني هنا كده الباكيه دي محاطه باربع كاميرات، ادي كاميرا الثانيه الثالثه الرابعه، حسبت ال ال على ال شورت طلعت 1 واي، يبقى تعمل انت ايه؟ هترمي الحمل بتاعك على الكاميرات اللي في اتجاه القصير للبلاطه، الاتجاه القصير للبلاطه اللي هو كام؟ 2.5. خلاص يبقى انت ترمي الحمل كده وحمل كده، مش هترمي في الايه في الاتجاه الرأسي ده خالص خلاص كده. طيب اخر حاجه الحته بتاعت ايه كانتليفر سلاب، اي كانتليفر بيرمع الكاميرا اللي جنبه على طول من غير اي لود ديستريبيوشن، يعني انت مش محتاج تحسب حاجه، يعني هنا كده في شويه احمال جايه على الكاميرا بي 2 على طول زائد السور طبعا كده. انت خلصت اللود ديستريبيوشن بتاعك كده، طبعا انا شرحته وخدت وقت فيه شويه بس انت هتحسبه بسرعه. طيب بعد كده بعد ما ترسم اللود ديستريبيوشن وحددت الكاميرات بتاعتك، المفروض ان هو مطلوب منك ايه اصلا؟ كالكوليت الايكويفالنت وركينج لود فور شير اند مومنت. يبقى انت كنت بترسم لود ديستريبيوشن عشان تمهد لنفسك الحل، يبقى هو سواء طلبه منك او ما طلبهوش فانت بترسمه عشان تعرف تحسب ايه ايكويفالنت لود. ليه؟ لانك انت لو ما عرفتش هي الكاميرا دي شايل حمل منين وشكله عامل ازاي مش تعرف تحسب ايكوفلنت لود، فلذلك انت بترسم لنفسك الايه اللود ديستريبيوشن. طبعا هنا اللود ديستريبيوشن في المساله دي رغم ان هو مش مطلوب الا هو عليه ايه عليه درجه. ليه عليه درجه؟ لان هو متضمن في المطلوب اللود ديستريبيوشن، فانت لو رسمته بره مثلا ورسمته اي كلام كده او شكله وحش هتنقص عليه، فانت ارسمه عادي جدا وهتاخد عليه درجات. طيب نخش كده في الستيب الثاني، اول ما ترسم لود ديستريبيوشن بتحسب احمال، بتحسب احمال ديد ولايف، الجي بتعبر عن ديد لود والبي بتعبر عن ايه عن لايف لود. الجي عباره عن ايه؟ عباره عن تي اس في جاما سي زائد فلور كفر خلاص. التي اس هو مديلك ببوينت ايه؟ بوينت 12، في الجاما ب 25 جاما خرسانه زائد فلور كفر هو مديلك ب 1.5 يطلع 4.5. بعد كده خد بالك بقى معايا، اول ما يطلع معاك اجزاء مايله، اول ما يطلع معاك او يظهر معاك اجزاء مايله في المساله بتاعتك لازم تحسب حاجه اسمها لايف لود افقي ولايف لود مايل، لايف لود افقي ولايف لود مايل. ليه؟ انت على السلم مثلا وانت طالع على السلم كده اللي هي تعبر عن كاميرا مايله مثلا، السلم بتاعك كده وانت طالع في البيت بتطلع الديد لود بتاع السلم نفسه اللي هو الانويد بتاعه دايما محمل راسي، يعني في الاتجاه الراسي بتاعه، انما اللايف لود لا، اللايف لود ممكن تلاقي فيه بسطه عليها جزء ايه؟ افقي، والايه والجزء المايل بتاع السلم لا، ده اللايف لود على الجزء المايل بتاعها،
فلذلك انت محتاج تحسب حاجه اسمها البي هوريزونتال والبي انكلايند، اللي هو لايف لود هوريزونتال ولايف لود ايه انكلايند. فالهوريزونتال هو بيساوي اللايف لود اللي هو مديهولك على طول، انما الانكلايند لا، ده انت تحسب اللايف لود في كوساين الثيتا. فلذلك انا بقول لك الثيتا بتاعتك لازم تحسبها اول ما تلاقي جزء مايل، عشان تضربها في كوساين، تضرب كوساين الثيتا في الطول في اللايف لود بتاعك، فتحسب ايه؟ فتحسب اللايف لود المايل على الاجزاء المايله بتاعتك. خلاص؟ يبقى انت بتحسب لايف لود افقي عشان اي بلاطه افقيه زي دي مثلا، زي دي مثلا، وبتحسب لايف لود مايل عشان اي بلاطه مايله زي دي كده وزي دي. خلاص؟ ماشي. يبقى في الاخر طلع الايه؟ الديد لود اهو، واللايف لود الافقي، واللايف لود الايه؟ الانكلايند. بعد كده تمسك كل كاميرا بقى تحسب لها لود فور شير ولود فور مومنت. طيب نمسك كده بالترتيب من فوق لتحت، اللي هي باشمهندس من فوق لتحت زي ما قلت لك، احنا عايزين نحسب في الاخر ونرسم بيندنج وشير للجردر، يبقى احنا محتاجين كل الاحمال اللي محمله عليها من فوق، من اول الشخشيخه لغايه كل الكاميرات دي. طيب يبقى نحسب كده ونمسك الشخشيخه والكاميرا بتاعتها اللي هي اسمها بي 1، فنمسك بي 1 ونحسب لها لود فور شير ولود فور مومنت. طيب ازاي نحسب كده لود فور شير ولود فور مومنت؟ اللود فور شير بيعبر عنه دبليو اي، واللود فور مومنت بيعبر عنه دبليو اي. خلاص؟ طيب فاحنا ممكن نعمل خطوات كده ديد لوحده ولايف لوحده، او ممكن نجمعهم الاثنين على بعض على طول. ازاي؟ احنا قلنا اي كاميرا في الدنيا ليها ديد لود وليها لايف لود. طيب الديد لود بتاعك بيعبر عنه الاون ويت، الاون ويت، واللايف لود بيعبر عنه الايه؟ يا اما هوريزونتال يا اما الانكلايند. فانت ممكن تعمل على طول، بدل ما تعمل خطوتين دول وتكسب وقت في الامتحان، تقول ان الدبليو اي بيساوي اون ويت الكاميرا زائد ديد في ال شورت على الاثنين. خلاص؟ يبقى زائد ديد في ال شورت على الاثنين. طيب خد بالك بقى، ركز معايا. هو انا لو قلت ان جي اس وبي اس مع على طول مع بعض، جي اس وبي اس على طول مع بعض، جمعتهم على بعض كده، يعني الجي اس بتاعك باربعة ونص والبي اس هوريزونتال طبعا يعني الكاميرا دي افقيه بتلاته، يبقى بكام؟ يبقى سبعة ونص. يبقى انا في الاخر كده اكتب معايا عشان هشتغل بده على طول، بدل ما اقعد احسب الديد لوحده واللايف لوحده، هكتب ايه؟ هكتب ان الدبليو، الدبليو على طول هوريزونتال بيساوي كام؟ بيساوي سبعة ونص. ده انا بشتغلها كده، انا بشتغلها كده بسرعه عشان انجز في الامتحان. والدبليو انكلاين يطلع بكام؟ أربعة ونص زائد 2.88، احسبها كده معايا اهو، أربعة ونص زائد 2.88 يطلع 7.38، ده كده الانكلاين. يبقى عندك الكومتين اكتبه عندك كده لو سمحت عشان اشتغل بيهم على طول. اللود الهوريزونتال ب 7.5 كيلو نيوتن على المتر المسطح، والدبليو انكلاين ب 7.38. خلاص؟ طيب كمل بقى معايا. يبقى تاني كده هنشتغل على بي 1 نحسب لها لود فور شير. خش معايا على طول، سيبك من الخطوتين اللي فوق، خش معايا كده على دبليو اي بيساوي، يساوي ايه؟ يساوي الدبليو هوريزونتال، لان الكاميرا دي اصلا هوريزونتال مش مايله، دبليو هوريزونتال في ال شورت على الاثنين زائد الاون ويت. احسب معايا الاونود بتاع الكاميرا بكام؟ هو مديها لك في المساله كداتا، مديها لك ب 3. يبقى اي اونود للكاميرا ب 3 واي اونود للجردر ب 6. طيب يبقى تاني كده الخطوه دي، بدل ما اكتب خطوتين اكتب خطوه واحده وسطر واحد في الامتحان، اللي هو ايه؟ دبليو هوريزونتال في ال شورت على الاثنين، خلاص، زائد الاونود. عرفت ازاي الكلام ده؟ هتيجي ترسم لنفسك كده، ادي بي 1، ادي بي 1، خلاص. البي 1 دي عليها حمل ايه؟ جاي من البلاطه، جاي نص الحمل البلاطه دي والكانتليفر دي، وبي 1 دي نفس الكلام، جاي نص حمل البلاطه والكانتليفر دي. يعني اكن الكاميرا دي كاميرا سيمبل عليها مستطيل من فوق ومستطيل من تحت. المستطيل اللي من فوق اللي هو نص البلاطه دي
اللي هو ارتفاعه 3.5 على الاثنين، والنص التاني اللي هو الكانتليفر ده اللي هو متر. خلاص؟ يبقى ركز كده معايا، دبليو هوريزونتال في ال شورت على الاثنين، خلاص؟ هيطلع بكام؟ ال شورت على الاثنين ب 3.5، على الاثنين بكام؟ ب 1.75. تمام؟ تمام. يبقى تاني دبليو هوريزونتال في ال شورت على الاثنين اللي هو 3.5 على الاثنين، يبقى 7.5. احسب معايا على طول بقى، بدل ما نحسب الديد لوحده، الديد لوحده واللايف لوحده، لا هنحسب ال 7.5 على طول اللي هي الدبليو هوريزونتال. يبقى 7.5 في 3.5 على الاثنين بكام؟ ب 13.125، يعني 13 زائد الاون ويت. الاون ويت بتاعك بكام؟ ب 3. يبقى في الاخر الدبليو اي بتاعتك، الدبليو اي بتاعتك المفروض ب 13 بوينت، ب 16.1. بس خد بالك انت نسيت حاجه، ايه هي؟ ان في مفروض ال كانتليفر عندك، في ال ايه؟ كانتليفر عندك. احنا حسبنا 3.5 على الاثنين وما حسبناش ال كانتليفر، فالمفروض نحسب ايه؟ تاني نقول السطر بتاعك المفروض يكون دبليو اي بيساوي دبليو هوريزونتال في ال شورت على الاثنين زائد دبليو هوريزونتال في ال كانتليفر زائد اون ويت. يبقى 7.5 في 3.5 على الاثنين زائد 7.5 في 1 اللي هي ال كانتليفر زائد اون ويت، يطلع ايه؟ يطلع 23.625. يبقى ال دبليو على طول ب 23.625. خلاص كده؟ طيب بعد كده انا بقول لك الكاميرا دي اللي هي بي 1، الكاميرا دي المفروض تجيب لها رياكشن عشان ترميه على البوست. ليه ترميه على البوست؟ مش البوست في الاخر هو ده اللي شايل الكاميرا دي؟ اه خلاص، يبقى انا لازم اجيب رياكشن ارميه على البوست وبعد كده اكمل المساله بتاعتي. طيب اجيب الرياكشن ازاي؟ اعتبر ان انت عندك كاميرا سمبل، اعتبر ان انت عندك كاميرا سمبل، لو عايز تجيب الرياكشن بتاعها وعندك ديستريبيوتد لود فوق اسمه 23.62، هتحسبها ولا لا؟ خلاص انت عندك كاميرا سمبل عاديه خالص عليها ديستريبيوتد لود 23.62، وعندك الكاميرا دي السبان بتاعها 6 متر اللي هو السبيسنج اهي، الكاميرا دي من اول البوست لغايه البوست السبيسنج بتاعها 6 متر او السبان بتاعها 6 متر، يبقى اكنها كاميرا سمبل عاديه خالص. يبقى 23.62 في 6، 23.62 في 6 على 2، المفروض الرياكشن ب 70.86. بس ركز معايا دلوقتي، هل الكاميرا دي اللي هي بي 1 سمبل ولا كونتينيوس لجوه؟ واحنا خدنا حته بس اسمها سبيسنج 6 متر. اه ركز بقى، يبقى الكاميرا دي مش سمبل، لا الكاميرا دي كونتينيوس من ناحيتين المفروض، لانها ممتده واحنا ما نعرفش الممتده لغايه قد ايه، فاحنا بناخد جزء كده، بنقتطع جزء من اللود ديستريبيوشن بتاعتك اللي هي سبيسنج 6 متر، يبقى الكاميرا دي كونتينيوس. خلاص يبقى انا بدل ما اضرب في 6 واقسم على الاثنين، لا ده انا هضرب في 6 بس. ليه؟ لان البوست ده شايل الكاميرا من ناحيتين، ففي رياكشن من هنا ورياكشن من هنا، يبقى ما ينفعش اقسم على الاثنين، لا ده انا هضرب في 6 بس. يبقى تاني اكنك هتحسب تاني من الاول 23.62 في سبيسنج على طول، في سبيسنج على طول بكام؟ ب 6، يطلع 141.72. طب ال 141 دي اللي هي بتعبر عن ايه؟ عن التوتال لود ولا الديد لود؟ خد بالك، ما انا كنت حاسب حاجه اسمها دبليو هوريزونتال اللي هي بتجمع مين؟ الديد لود واللايف لود على طول. لا احسب لي بقى الديد لود لوحده والتوتال لوحده. ليه يا باشمهندس؟ ركز كده معايا، في المطالب عندك طالب حاجه اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت دياجرام. انت دايما بتشتغل ان الديد لوحده واللايف لوحده بدايما بتعمل حالات تحميل، وانت عندك هنا الكاميرا بتاعتك او الجيردر بتاعتك سيمبل ويز كانتليفر، يبقى انت ممكن تعمل حالات تحميل ولا ممكن ما تعملش؟ لا هتعمل. طب الكاميرا الجيردر دي لو كانت سيمبل هل هتعمل حالات تحميل ولا لا؟ لا مش هتعمل، خلاص يبقى هتشتغل كل توتال لود. انما هنا الجيردر بتاعتك سيمبل ويز كانتليفر، يبقى هتعمل حالات تحميل، يبقى تشتغل ديد لوحده وتوتال لوحده. خلاص يبقى انت هتشتغل ديد لود لوحده اللي هو كان الديد ب 15.37 وتضربها في السبيسنج بتاعك تطلع 92.22، ادي الديد لوحده وادي ال 141.72 اللي هي التوتال لوحده. ده كده الرياكشن من الكاميرا بي 1 اللي المفروض
نرميه او نقلبه على الايه؟ البوست. تاني اللي توتر شويه واللي ما خدش باله من اللي انا قلته، الكاميرا بي واحد المفروض تاخد الرياكشن بتاعها وترميه على البوست اللي هو الشمعه دي والشمعه دي. طيب فاحنا بنعمل حالات تحميل، فلازم نشتغل ديد لوحده وتوتال لوحده، بنجيب رياكشن ديد ورياكشن توتال. خلاص كده؟ ادي رياكشن الديد لوحده وادي رياكشن التوتال لوحده. طيب بعد كده المفروض ترمي حمل الكاميرا البي واحد على البوست، وبعد كده تاخد حمل البوست مع الرياكشن بتاع بي واحد ترميه على الكاميرا دي اللي احنا سميناها ايه؟ سميناها بي اربعه. خلاص؟ طيب حمل الايه؟ البوست بتاعك او الشمعه بتاعتك تحسبه ازاي؟ اون ويت معناه انك هتحسب فوليوم في جاما. فوليوم في جاما اللي هو ايه؟ هو مديك الكروس سيكشن بتاع البوست بتاعك في المساله نفسها، كان مديها لك اهي 0.25 في 0.25 يعني 25 سم في 25 سم. طب هو لو ما ادالكش في الامتحان تعمل ايه؟ انت كمان تاخدها شمعه كده اقل ابعاد للشمعه 25 سم في 25 سم وتحسب عليها الايه؟ الاون ويت بتاعها. خلاص؟ يبقى انت بتعمل اسامشن حتى لو مش مديها لك ان 25 سم في 25 سم وخلاص. طيب كمل معايا. يبقى 25 سم اللي هي 0.25 في 0.25 في ارتفاع البوست. طيب هل هو مديك في المساله ارتفاع البوست ولا لا؟ مديها لك. اي دايمنشن 2 متر اهو من اول هنا لغايه هنا. المفروض لو انت عايز تبقى راجل دقيق شويه انك تمسح ايه؟ او تنقص من البوست عمق الكاميرا دي. بس انت اصلا لسه ما حسبتش عمق الكاميرا. ممكن تعمل اسيوم للكاميرا ان عمقها 50 سم ويبقى ارتفاع البوست ايه؟ متر ونص بس. بس مش مشكله، ممكن نضغطها على الدقه دي شويه ونخلي البوست نفسه ارتفاع كل 2 متر وخلاص، على اعتبار ان هو من وش البلاطه لغايه وش الجرد. دي صح ودي صح ومش هتنقص درجات ولا حاجه. خلاص تمام كده؟ طيب نكمل. يبقى الاون ويت بتاع الكاميرا فوليوم في جاما 25 اللي هي خرسانه يطلع 3.12. يبقى يعني الاون ويت بتاع البوست ده هيبقى كونسنتريتد لود 3 بوينت ايه؟ 3.12. طيب انا شخصيا لو جيت احل المساله دي في الامتحان هشتغل زي ما انا قلت لك كده، هعمل لود فور شير ولود فور مومنت لل الايه للكاميرا اللي هي فوق، وبعد كده اخد الاون ويت بتاع البوست، وبعد كده اشتغل على الكاميرا دي على طول عشان ايه؟ ما انساش. يبقى انا هشتغل على بي 4 دلوقتي بدل ما اشتغل على بي 2. مش بترتيب الاسامي، لا انا المفروض كنت اسمي دي بي 2 ودي بي 2 واشتغل على طول. هو هنا مسميها تسميات مختلفه فمش مشكله، انا اشتغل على بي 4 على طول. خلاص؟ طيب ندور كده على ايه؟ على بي 4 اهي. بي 4 ركز كده معايا، بي 4 المفروض ان هي كاميرا سيمبل، اهو هي في الحقيقه كونتينوس طبعا بس احنا هنعتبرها ان هي سيمبل بس في السبيسنج دي. شايله ايه؟ شايله ترابيزويدال لود جاي من ايه؟ من اللود ديستريبيوشن. طب هنا شايل حاجه؟ لا ده فويد. خلاص يبقى هي شايل ترابيزويدال لود بس من اللود ديستريبيوشن. وشايل ايه كمان؟ شايل الاون ويت بتاع الكاميرا نفسها. طيب وشايل ايه كمان؟ ركز بقى معايا كده، شايل من فوق، ها شايل من فوق ايه بقى؟ رياكشن جاي من الاون ويت بتاع البوست ورياكشن جاي من الكاميرا بي 1. طيب محمل الرياكشن بتاع البي 1 والرياكشن بتاع الايه؟ الاون ويت بتاع البوست كلهم محملين على الكاميرا دي فين؟ المفروض يكونوا محملين على الكاميرا دي فين؟ على الجوينت دي والجوينت دي. خلاص؟ يبقى احنا في الاخر لما نيجي نحسب، لا ما نشتغلش على الكاميرا بي 4 اللي هي شايله الرياكشنز، لا ما هي كده كده شايله الرياكشنز على السبورتات بتاعتها. فمش هتتاثر قوي على الكاميرا بي 4 ولكن هتؤثر على الجردل على طول. خلاص؟ يبقى تاني هنشتغل بي 4 شايله تربيزيد اللود زائد اون ويت. طيب اهي بي 4 لود فور شير شايله تربيزيد اللود. طيب خد بالك بقى احنا ازاي بنحسب لود فور شير ولود فور مومنت للتربيزويد سيكشن او تربيزويد لود؟ بنجيب حاجه اسمها سي اي وسي اي. فهنا نحسب سي اي للود فور شير وسي اي للود فور مومنت. طيب
اللود فور شير او السي اي والسي اي نجيبها ازاي او القيم بتاعتها نجيبها ازاي. فركز كده معايا، انا كنت عامل هنا كده شكل على طول كده نجيب منه اهو، ده الجدول بتاع السي اي والسي اي للشيب اوف لود المختلف. فلو عندك انت اللود بتاعك مستطيل كنت بت واحد وواحد على طول، يعني اكن ما فيهاش سي اي وسي اي، فكنت بتحسب على طول الدبليو اس في ال شورت على الاثنين وخلاص. طيب لو كان بقى ترابيزويد سيكشن او ترابيزويد لود، فادي السي اي بتاعتك 1 ناقص نص ال شورت على ال، 1 ناقص تولت ال شورت على ال سكويرد لو كانت سي اي. نفس الكلام بقى للمثلث نص وتلتين، المفروض طبعا الكلام ده كله يكون محفوظ. بس امتى تستخدم السي اي والسي اي؟ لو كان الحمل بتاعك بين تو سبورت، لو لا هتستخدم سيجمنت اريا على السبان. في الغالب بيظهر معاك كل اللود ديستريبيوشن بتاعك بالمنظر ده، ادي الترابيزويد شيب بتاع اللود بتاعك جاي من السبورت للسبورت خلاص، يبقى انت تشتغل بالسي اي والسي اي. فانت اشتغل بيه 4 دلوقتي اهو، السي اي بتاعتك 1 ناقص نص ل ال شورت على ال، يطلع في الاخر 0.69. وتجيب نفس الكلام الديت بتاعها والايه واللايف بتاعها، بس خد بالك من حاجة صغيرة جدا، خد بالك من حاجة صغيرة جدا. هنا اللود بتاعك بتاع الكاميرا بي 4، اللود ده مايل ولا افقي؟ ركز معايا، فوق في بي 1 اللود بتاعك كان ايه؟ كان افقي، فلذلك كنا بنحسب اللايف لود على ان هو هوريزونتال. طب هنا بي 4 اللايف لود بتاعك او الايه او السلابه بتاعتك مايله، فانت بتحسب على اللايف لود المايل، فلذلك هنا تستخدم البي اس انكلايند. دي ملاحظه من الملاحظات اللي المفروض تاخد بالك منها. فلذلك تيجي تحسب الديد لود عادي جدا، اون ويت زائد سي اي في ديد في ال شورت على الاثنين واللايف، خد بالك انك هتستخدم البي اس انكلايند وتحسب، وفي الاخر تجمع الاثنين. لو هشتغل بقى زي باشمهندس ياسر على طول، انا بصراحه ما كنتش بستخدم كده بنفس الخطوات او ما بشتغلش بنفس الخطوات، بس عشان ما تلخبطش نفسك انت اشتغل على الخطوات زي باشمهندس ياسر بالظبط. طيب فتجمع على طول للاثنين، وبعد كده بتجيب الار بتضرب الديد لوحده في السبيسنج والتوتال لوحده في السبيسنج، وتجيب في الاخر الرياكشن ديد وتوتال لوحده. خلاص كده. طيب ادي كده بي 4، يبقى انا اشتغلت بي 1 واشتغلت بي 4 شايله الترابيزويد من هنا بس. ممكن كمان تشتغل دي نفس الكلام ودي نفس الكلام، فانت مش هتعمل نفس الخطوه تاني. فلذلك احنا عاملين، وخد بالك قوي من التسميه دي، لو انت مسمي الكاميرا دي مختلف عن الكاميرا دي مختلف عن الكاميرا دي، هتشتغل ثلاث خطوات وهما الثلاثة ما لهمش لازمه، المفروض يتعملوا بخطوه واحده بس، لان الكاميرا دي شايله نفس حمل الكاميرا دي والكاميرا دي شايله نفس حمل الكاميرا دي، فالمفروض تسميهم نفس التسميه. فلذلك انت من الاول لازم تاخد بالك من التسميات دي. طيب خش على هنا كده، الكاميرا دي شايله ايه؟ شايله من على الشمال ترابيزويد لود وشايله مستطيل من على اليمين، فلذلك الكاميرا دي المفروض لما تيجي ترسم لها كده لود شكلها سيمبل خلاص، سبان بتاعها 6، عليها لود شكله شبه منحرف كده وعليها مستطيل، فالمفروض تحسب ايه؟ لو دخلنا كده في حساب بي 3، حساب ايه؟ بي 3، مش عارف هو عاملها ولا لا. طيب هو مش عاملها، المفروض ان انت تحسب السي اي والسي اي للشكل الشبه منحرف، وتحسب رياكشن للكاميرا بي 3. طيب هنا يا باشمهندس ياسر فكر شويه في المساله وما حسبهاش كلها، حسب بي 4 بس، ما حسبش بي 3 وحسب بي 2. ما تيجي نفكر كده هو ليه عمل الكلام ده. ركز كده معايا، انا هدفي في الاخر اعمل ديزاين للجردر. طيب يعني انا عايز اجيب الرياكشنز من الكاميرات اللي شايلها الجردر، تمام. الكاميرا دي محمله على ايه في الاخر؟ على عمودين. طب الكاميرا دي محمله على الجردر، يبقى احنا محتاجين نجيب رياكشن للكاميرا بي 4. نفس الكلام هنا. طب بي 3 بترمي رياكشناتها فين برضو؟ على العمدان، يبقى احنا مش محتاجين نشتغلها اصلا ونضيع وقتنا. طب بي 2 محمله على ايه؟ على الجردر نفسها، يبقى لازم نشتغلها.
لازم نشتغلها ونحسب لها لود فور شير لود فور مومنت عشان نجيب الرياكشن هنا. طيب البي 2 شايله لود عامل ازاي؟ شايله من على الشمال مستطيل وشايله من على اليمين مستطيل زائد السور، هنا كانتليفر سلاب وهنا نص اللود بتاع البلاطه. خلاص؟ هنشتغلها عادي ونجيب رياكشن، ادي بي 2 اهي. نفس الكلام بقى ونفس الخطوات، بس الفرق بس ازاي تحسب اون ويت للبرابت ده. اي اون ويت في الدنيا عباره عن فوليوم في جاما. فوليوم في جاما يعني ايه؟ فوليوم يعني بوينت 12 في ارتفاع في عرض. فانت بتاخد عرض جوه متر عشان في الاخر بتجيب اللود بتاعك بالمتر رم وارتفاع بالمتر، وعندك سيكنس هو مديها لك، لو مش مديها لك بتفرضها انت اقل سيكنس اللي هو بوينت 12. في الاخر جاما ب 25، تحسب في الاخر اون ويت بتلعب ب 3 كيلو نيوتن على المتر رم. طيب في الاخر بتحسب السور ده معاك وبتاخده في الحسابات ان الديد عباره عن اون ويت الكاميرا زائد ديد في ال شورت على الاثنين زائد ديد في ال كانتليفر زائد الاون ويت بتاع السور. نفس الكلام بقى بتعمله في نفس الخطوات، بتجيب رياكشن في الاخر ديد في السبيسنج وتوتال في السبيسنج وتجيب رياكشنات. طبعا احنا طولنا شويه في المقدمه كده بتاعت المساله واول ستيب يعني عشان تفهم بس الخطوات عامله ازاي. بعد كده هتلاقي انا هشتغل معاك في الفيديو بسرعه شويه. بسرعه كده بقى نخش على الجردل. الجردل دي شايله ايه؟ شايله اون ويت الجردل نفسها، فهتعمل لود ثابت كده مستطيل ماشي مع الجردل ده اون ويت ايه؟ اون ويت الجردل نفسها. بعد كده شايل شويه لود من اللود ديستريبيوشن. نرجع كده للود ديستريبيوشن بتاعنا بسرعه. الجردل بتاعتك اهي شايله مثلث ومثلث ونفس الكلام هنا مثلث ومثلث. محدش بقى ينسى ياخد المثلث ده، هنا اصلا في فويد. طيب هنا هل الجردل شايل اي حمل هنا؟ لا، لان اصلا الحته دي محمله وان واي في الاتجاه القصير. خلاص؟ طيب بسرعه كده اهو شايله مثلثات. طيب هل المثلث ده بتشتغله سي اي وسي اي ولا بتشتغله سيجما الاريا على الاسبان؟ بيشتغلوا سيجما الاريا على الاسبان. ليه؟ لان الحمل مش مكمل من السبورت للسبورت، لا ده هو مقتطع حته من السبورت او مقتطع حته من الجردل فتشتغلها سيجما الاريا على الاسبان. طيب خد بالك بقى، هي دي الملحوظه اللي انا عايز اقولها في الاخر، اللي هي الرياكشنات دي. الرياكشنات دي جايه منين؟ رياكشن 1 اللي هو جاي من بي 1 اللي هو فوق في الشخشيخ زائد اون ويت البوست زائد الرياكشن بتاع الكاميرا بي 4. نفس الكلام بيتعاد هنا. نرجع كده تاني اهو، الجردر دي شايله رياكشن من ايه؟ من الكاميرا دي اللي اسمها بي ايه؟ اسمها بي 4. وشايله رياكشن من الكاميرا دي اللي اسمها كاميرا بي 1 فاسمها ار 1. وكمان زائد اون ويت البوست، كل ده محمل كونسنتريتد على الجردر. نفس الكلام شايف الكاميرا دي واخده السور والكانتليفر سلاب ومحمله على الكاميرا، ففي الاخر خدنا الكاميرا دي وحسبناها وطلعنا الاكشن. الكاميرا دي اسمها بي 2 فلذلك جابت ار 2. خلاص؟ فجينا ظهر كونسنتريتد لود اسمه ار 2. خلاص كده؟ نرجع كده للود تاني، وادي شكل اللود بسرعه. طبعا هنسيح بقى اللود المثلثات ده بسيجما الاريا على الاسبان ونحسب دبليو 1. بنحسبه ازاي؟ سيجما الاريا على الاسبان عندك دبليو 1 دي بنحسبها، الحته دي فيها كام مثلث؟ مثلثين، فلذلك هنضرب في 2. خد بالك اريا المثلث نص قاعده في الارتفاع، ارتفاع المثلث ده على المايل المفروض يكون ايه؟ يكون نص المسافه الافقيه بتاعتها، يعني نص 3.64. طيب على الاسبان اللي هو فيه المثلث اللي هو المسافه المايله دي 3.64 يطلع 1.82. خلاص؟ دي كده الدبليو 1. طبعا سيجما الاريا على الاسبان فتجيب لها الدبليو 1 دي مره ديد ومره توتال عشان حالات التحميل اللي انت هتشتغلها. خلاص؟ خد بالك بس ملحوظه بسرعه، هنا كده في اون ويت زائد المثلثين دول، فلذلك لما تيجي تحسب دبليو 1 هنا ما تنساش هتحسب سيجما الاريا على الاسبان في ال ال شورت على الاثنين. خلاص؟ او في الديد لود يعني، زائد الاون ويت في الحته دي، فهتحسب جي 1 وبي 1 اللي هو ديد ولايف، وفي الاخر تجيب الديد لوحده والتوتال لوحده. كل ده عشان ايه؟ تمهيدا في الاخر انك هتحسب حاجه اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت. خد بالك هنا اهو، هنا كده في اون ويت بس. ليه؟ لان هنا ما كانش في بلاطه اصلا فما ظهرش معاك اي حمل من البلاطه. طب هنا في اون ويت بس مع ان في بلاطه، ليه؟ لان كانت الحته دي وان واي سلاب
فما كانش محمل اي حاجه على الجيردر. خلاص. طيب ادي كده شكل الكاميرا بتاعتك، شكل الكاميرا بتاعتك والاحمال اللي عليها وازاي تحسب ديد ولايف عليها. ارجع كده للمساله بتاعتك والمطالب بتاعتك. اول مطلوب قال لك احسب لي ايكويفالنت وركينج لود، خلاص انت حسبته. فور شير هو حسبه هنا فور شير، بس انت نسيت تحسب فور مومنت. هنا باشمهندس ياسر يمكن نسي شويه يحسب فور مومنت، بس يمكن يكون عملها في خطوه بعد كده. تمام؟ حلو. طيب الخطوه الثانيه او المطلوب الثاني بيقول لك احسب لي او ارسم لي شير فورس دياجرام، بس خد بالك اي شير بترسمه بترسمه على التوتال لود بس، بغض النظر عن ايه؟ بغض النظر عن في حالات تحميل او ما فيش، فتحط على الكاميرا كلها توتال لود وتحسب رياكشنز وتعرف تعرف المفروض يعني تعرف تحسب او ترسم رياكشن او شير يعني فورس دياجرام للشكل، سواء بقى مايل في حته مايل اهي في حته افقيه، المهم تعرف تحسب الاول رياكشن وبعد كده ترسم الشير. طبعا انا بفضل لو مطلوب منك المطلوب ده في الامتحان سيبك شويه من الشير وخش على المومنت على طول، وبعد كده لو عندك وقت ترسم الشير ارسمه. خلاص. طيب ادي بقى تخش على الماكسيمم، ماكسيمم بتاع بين المومنت دياجرام للجردر. اول حاجه لازم تاخد بالك منها ان عندك حالات تحميل، ما دام عندك حط جزء سيمبل وجزء كانتليفر، فمره هتحمل ديد على الكانتليفر وتوتال على السيمبل، ومره هتعمل ايه؟ مره هتعمل العكس بتاعك اللي هو توتال على الكانتليفر وديد على السيمبل. فاللودز طبعا وحساباتها خلاص احنا عرفنا نحسبها ازاي، بس خد بالك ان الماكسيمم ماكسيمم مني مومنت بيبقى التيميت ليميت، بيبقى التيميت ليميت. الجزء ده مهم جدا. ازاي؟ انك كل اللودز اللي عندك تضربها في 1.5 على طول. المفروض لو هتحسب حاجه اكتوال هتضرب الديد لود لوحده في 1.4 واللايف لود لوحده تضربه في 1.6، بس للسرعه كده بسرعه عشان الامتحان اضرب كل اللود سواء ديد ولايف اجمعهم على بعض واضربهم في كام؟ في 1.5 على طول. وترسم بقى البيندنج بتاعك. طبعا مش هعلمك يعني ترسم ازاي بيندنج مومنت دياجرام، انت المفروض تدرب نفسك في الايام دي تعرف ترسم ازاي بيندنج مومنت دياجرام. الاول تحسب الاكشن اول حاجه، وبعد كده ترسم البيندنج للكانتليفر الاول، وبعد كده اقف عند كل نقطه واحسم احسب كده مومنت سواء يمين او شمال. خلاص. ده مساعده كده بسرعه يعني للبيندنج مومنت. نفس الكلام لو هتحط توتال على الكانتليفر وديد على السيمبل، يبقى كده انت بتجيب ماكسيمم بيندنج مومنت على الكانتليفر، يعني نيجاتيف مومنت او الماكسيمم نيجاتيف مومنت للجردر بتاعتك. طيب بعد كده تجمع الشكلين على بعض، الشكل ده مع الشكل ده، وفي الاخر ترسم له الماكسيمم مومنت بتاعك. طبعا خد بالك اي سبورت في النهايه تحسب له حاجه اسمها الدبليو ال سكوير 24، دبليو ال سكوير 24. طيب افتكر معايا كده، الكاميرا السيمبل لو كان عليها ديستريبيوتد لود بتيجي ترسم له مومنت فيبقى اسمه ايه؟ دبليو ال سكوير 8، وفوق السبورت كده حاجه اسمها دبليو ال سكوير 24. خد بالك ان المومنت على السبورت دايما بيساوي تلت المومنت البوستف بتاعك او الماكسيمم مومنت البوستف بتاعك. فهنا الماكسيمم مومنت البوستف بتاعك كام؟ ب 1306، يبقى عند السبورت بتلت القيمه دي، فطلع القيمه دي. عشان بس الناس ايه تقعد تفكر هي الدبليو ال سكوير 24 بكام؟ لا، هي على طول التلت بتاع اكبر بوستف مومنت هنا. طيب ثالث خطوه او ثالث مطلوب هو بيقول لك اعمل لي بقى ديزاين لشويه كريتيكال سيكشنز عشان تساتيفاي البيندنج اند شير ريكوايرمنتس. افتكر معايا تاني، هنا باشمهندس ياسر نسي يحسب للكاميرات بتاعتك لود فور مومنت، هو حسب لود فور شير بس ونسي يحسب ايه؟ نسي يحسب لود فور مومنت. انت تعرف تحسبها بقى ازاي؟ نفس الخطوات بالظبط، بس بدل ما تحسب سي اي للترابيزويد سيكشن او الترابيزويد شيب والتريانجل شيب هتحسب سي اي. خلاص. بدل ما تحسب سي اي تحسب سي اي، ولو الكاميرا بتاعتك عليها لود مستطيل مش هتفرق معاك في حاجه، وهيبقى نفس اللود فور مومنت هو نفس اللود فور شير.
خلاص؟ طيب تمام جدا. خش على طول على الديزاين الكريتيكال سيكشن. هناخد سيكشنز كده كريتيكال عشان نحسب لها تسليح ونعمل لها ديزاين بقى. طيب ايه الكريتيكال سيكشنز اللي عندك؟ اي كريتيكال سيكشن في الجيردر، ادي الماكسيم مومنت بتاع الجيردر. فاول حاجه لازم تاخد سيكشن عند كانتليفر، اي كانتليفر لازم تاخد له سيكشن. بعد كده لازم تاخد سيكشن على اكبر بوزيتيف مومنت. تاني حاجه لو عندك كنت المومنت اللي هي بتاعت دبليو سكوير 24 تاخد عندها سيكشن. طبعا انا مع السرعه برضو بديكوا كده ملاحظه بسرعه، لو انت مش عايز تحسب هنا كده تسليح وتحسب لها بقى خطوه ديزاين لوحدها، شايف سيكشن واحد ده طلع له تسليح وليكن مثلا لو طلع مثلا 8.16 خد تلت قيمه الاس هنا واحسب لها على طول تسليح وحطه، بدل ما تحسب ايه، بدل ما تحسب خطوات خطوه ديزاين كامله للسيكشن بتاع 3 ده. فلو عايز تكسب وقت يعني ممكن تعمل الخطوه دي، لو عندك وقت ممكن تعمل على طول خطوه ديزاين. طيب بالراحه كده بقى تاني، لو انا هشتغل على ديزاين سيكشن 1 و2 و3 ابدا بانه سيكشن؟ ابدا بسيكشن 1 السيكشن البوزيتيف. طيب السيكشن البوزيتيف ده الكاميرا او الجيردر بتاعتك ار سيكشن ولا تي سيكشن؟ هنا بقى بيبدا يظهر معاك ار سيكشن وال سيكشن وتي سيكشن. طبعا الملاحظه بتاعتك هنا كده مفيش اي بلاطه اصلا، هنا كده في سيكشن واحد مفيش اي بلاطه، فالجردر بتاعتك على طول من غير ما تفكر هي ار سيكشن. يبقى سيكشن واحد تكتب كده على طول الام بتاعتك بكام، عرض الجردر بكام، هو مديها لك اصلا كداتا في الامتحان، وكمان مديك الدبس بتاع الجردر بتاعك. لو تفتكر معايا كان مديك هنا التي بتاعت الكاميرا او الجردر دي كان مديلك بمتر، فانت على طول يبقى الدي بكام؟ التي ناقص 50 سم، يعني يطلع الدي 0.95 95. طيب خطوه الديزاين بتبقى سريعه، لازم تكون بتكتب خطوات ديزاين في اقل خطوات ممكنه وتحسب بالكالكوليتر اكتر عشان تكسب برضو وقت في الامتحان. ف قانونين مفيش غيرهم بتاع الشورتس، دي بيساوي سي 1 جذر المومنت على اف سي اوف بي، بعد كده في الاخر بتحسب الاي اس بيساوي مومنت على الجي في الاف فيلد في الدي. طيب انت عندك الدي مديهالك في الامتحان والام التيمت عندك والاف سي والبي عندك، ففي الاخر تجيب سي 1. لو طلعت السي 1 عندك اقل من 2.78 فانت هنا لازم تزود اي اس داش. ايه الاي اس داش يا باشمهندس؟ انت عندك الكاميرا بتاعتك المومنت من تحت لفوق، يعني في شد هنا وضغط هنا، المفروض الطبيعي انك تسلح فين؟ في الشد هنا. طيب لو طلع معاك السي 1 اقل من 2.78 فانت للاسف محتاج كمان تسليح موجود في الضغط. يبقى امتى بحط ايه ازاي يا باشمهندس؟ لو طلع السي 1 بتاعتك اقل من 2.78. يعني ايه بقى السي 1 اقل من 2.78؟ يعني طلع ان الام التيميت ليميت اكبر من الام التيميت ليميت ماكسيمم، خلاص يعني اكبر من الكباستي بتاع السكشن ده، خلاص يبقى انت لازم تزود اي اس داش. طب طريقه تزويد الاي اس داش ازاي؟ احفظها، لازم تحفظها، يعني احفظ الخطوات دي كده ازاي بتحسب الاي اس داش بتاعتك. بتحسب حاجه اسمها الاي ماكسيمم وهي بتساوي 0.8 السي، والسي بتاعتك هي بتلتين 600 على 600 في زائد اف يلد على جاما اس اس اللي هي ب 1.15 في الدي. احسب ده كله بيساوي 0.35 دي، وانت عندك الدي ب 950 مللي، تطلع في الاخر الاي ماكسيمم ب 332 مللي. بعد ما تحسب الاي ماكسيمم احسب بقى الام التيميت ليميت ماكسيمم بتلتين اف سي يو على جاما سي في الاي ماكسيمم في البي في الدي ناقص الاي ماكسيمم على الاثنين. لو سمحت احفظ الكلام ده كله، يطلع في الاخر الام التيميت ليميت ماكسيمم. بعد كده هات لي الدلتا ام، الدلتا ام اللي هو الام التيميت الاكشوال ناقص الام التيميت ليميت الماكسيمم، خلاص يطلع دلتا ام بتاعتك هي دي اللي هتسلح عليها ايه اي اس داش. في الاخر الاي اس داش
تجيبها من القانون ده، دلتا ام بيساوي الاس داش على في اف يلد على جاما اس في دي ناقص دي داش. الدي داش ده اللي هو الكفر بتاع الخرسانه من ناحيه حديد الضغط. طيب تعوض في القانون ده يطلع الاس داش ب 1046 ملم سكوير. لازم تشيك في الاخر المينيمم اس داش، لازم تشيك في الاخر مينيمم اس داش، المفروض ان هو يطلع في الاخر 40% من الايه سوري الماكسيمم اس داش، يطلع المفروض 40% من قيمه الاس كلها. فانت الاول تحسب قيمه الاس كلها بكام، الاس دي اللي هي الاس الموجوده في الشد، يعني يا باشمهندس السكشن بتاعك في اي اس في الشد وفي اس داش في الضغط، انت حسبت الاس داش في الضغط منين؟ جبت الدلتا ام اللي هي بيساوي الام اكشوال ناقص الام ماكسيمم، الام اكشوال ناقص الام ماكسيمم، جبت قيمه تصليح الاس داش، احسب بقى قيمه الاس نفسها. فالقانون ده حفظ برضو، اس بيساوي ميو ماكسيمم في البي في الدي زائد الاس داش. باشمهندس ايه هي الميو ماكسيمم؟ هي نسبه التسليح الماكسيمم في القطاع، بتجيبها نسبه من البي في الدي اللي هي ايه الكروس سكشن بتاع القطاع بتاعك. طيب الميو ماكسيمم دي بتجيبها منين؟ المفروض بتجيبها من الكود من تيبل انا هوريه لك اهو، المفروض تكون برضو عرفت ازاي تخرجه من الايه من الكود. انت عندك في الامتحان بيديك الكود بتاعك، فانت المفروض تحفظ رقم البيج والتيبل بتاعها اللي هتطلع منه الميو ماكس اهو. خلاص هيظهر من قدامك ادي التيبل اهو، حسب التايب اوف ستيل بتاعك. انت عندك هنا الداتا في المساله مديك التايب اوف ستيل 360 على 520، هنا مديلك 36 على 52 بالسنتي يعني. خلاص تجيب الميو ماكسيمم بكام؟ ب 5 في 10 سالب 5 اف سي يو، هي دي الميو ماكسيمم. بس خد بالك في ملحوظه مهمه جدا، تضرب قيمه الميو ماكسيمم في 10 سالب 4 بدل من 10 سالب 5. ليه يا باشمهندس؟ لاني لو المفروض 10 سالب 5 دي معتمده انك هتعوض الاف يلد بتاعتك او هتعوض الاف سي يو بتاعتك بالكيلو جرام على السنتيمتر سكوير، فانت هتعوض في الامتحان ب 25 كاف سي يو، دي كده نيوتن على الملي متر سكوير. فلذلك هتحسب الميو ماكسيم على اساس ان هي 10 سالب 4 مش 10 سالب 5. خلاص كده؟ يبقى هنا الميو ماكسيم 5 في 10 سالب 4 في اف سي يو، تطلع الميو ماكسيم بالرقم ده تضربها في البي في الدي وتجمع عليها قيمه الايس داش، يطلع في الاخر قيمه الايس كلها ب 11 في 25. طيب ركز بس، لازم تعمل تشيك على قيمه الايس داش ان هي ما تعديش 40% من قيمه الايس. خلاص كده؟ طيب ملحوظه كده سريعه، وانت بتحسب عدد الاسياخ في السكشن لازم تعمل ايه؟ تعرف عدد الاسياخ في الرو. عدد الاسياخ في الايه؟ في الرو. يعني ايه عدد الاسياخ في الرو؟ يعني شكل التسليح بتاعك وشكل الكاميرا المفروض يكون في الاخر، تعالى نسبق الاحداث شويه، المفروض ان هو يكون ايه؟ ادي كده مثلا سيكشن 3، شايف شكل التسليح ده؟ خلينا في سيكشن 1 احسن، هو ده اللي بنسلحه 11 في 25. المفروض نحط عدد السياخ شويه السياخ كده في صف، هو ده المسموح لينا بس نحطه، ما ينفعش نحط 11 سيخ في الصف ده كله. ده على حسب ايه؟ على حسب عرض السيكشن بتاعك، وعلى حسب ايه كمان؟ على حسب الفايل اللي انت مستخدمها. خلاص؟ يبقى المفروض نحسب المسموح، العدد المسموح من السياخ ينفع نحطه في الصف الواحد. طب نحسبه ازاي؟ المفروض ان احنا نحسب ام اللي هو عدد السياخ في الرو بيساوي بي اللي هو عرض السكشن اللي هو مدي لك في الامتحان 350 ملي ناقص 25 على فاي زائد 25، تحسبها يطلع 6.5، بتقرب للايه؟ للاقل. يبقى مسموح لك تحط في السكشن بتاعك اللي هو عرضه 350 ملي والفاي المستخدمه انت فاي 25، مسموح لك تحط 6 سياخ بس. خلاص؟ طيب 6 سياخ ده وانت عندك 11 سيخ، يبقى انت هتحط 6 سيخ في صف و5 سيخ تاني في صف تاني. ده كده سيكشن واحد. سيكشن واحد ده اللي هو كان فين؟ اللي هو هنا كده في الفويد اللي هو ما كانش فيه بلاطه. طيب سيكشن 2 عند فين؟ عند الكانتليفر.
سيكشن 2 عند الكانتليفر. طيب عندك قيمه المومنت اهو عند الكانتليفر، وطبعا شكل السكشن نفسه مش هيبقى السهم لفوق، هيبقى السهم لفين؟ لتحت، شد فوق وضغط تحت. خد بالك من الملاحظات دي. ادي يا عم شكل السكشن بقى ار سكشن، رغم ان هو كان فيه سلابه فوق، الا وان عشان قيمه المومنت شد فوق وضغط تحت فطلع الار سكشن مش تي سكشن. طبعا انت لازم تذاكر الحاجات دي، لازم تذاكر ملاحظات امتى يبقى تي سكشن وامتى يبقى ار سكشن. نفس الخطوات بالظبط، تحسب السي 1 فطلعت 3.76 6 7، فالمفروض تعمل ايه؟ المفروض تجيب قيمه الجي. تجيبها ازاي يا باشمهندس؟ بتخش في الجدول ده 3.67 المفروض ان هي بين القيمه دي والقيمه دي، تاني المفروض ان هي بين القيمه دي وبين القيمه دي، يعني المفروض ان هي 0.786 وفوقيها شويه. لو عايز تحسبها بدقه المفروض تخش فين؟ في ايه؟ في الرسمه. بس مش مهم 3.67 ممكن يكون ان هي 0.79 او بوينت ايه 7.89 مثلا. خلاص تمام، خش على طول كده طلعت ان هي ايه الجي بيساوي 0.789. طيب القانون الثاني المفروض تكون حافظه اللي هو ايه؟ اي اس بيساوي ام التيميت ليميت على جي في اف ييلد في الدي. خد بالك من الوحدات، الام التيميت ليميت انت كنت حاسبها او الباشمهندس يعني كان حاسبها على اساس ان هي ايه 585 كيلو نيوتن في متر. تعالى كده نرجع تاني ونشوف كان بيحسبها ازاي. كان بيحسب اللود على ان هو كيلو نيوتن متر، فلذلك المومنت كيلو نيوتن في متر. فلما تيجي تحسب انت هنا وتحط قيمه المومنت لازم تضربه في 10 اس 6. ليه يا باشمهندس؟ لان الاف سي بتاعتك وحدتها نيوتن ملي والبي بالملي، فلذلك المومنت تحطه كيلو نيوتن في متر لازم تضربه في ايه؟ في 10 اس 6 عشان تحول الكيلو نيوتن لنيوتن والمتر الملي. الحاجات الصغيره دي بتفرق معاك جدا، التوتر ممكن يخليك ما تشيل ال 10 اس 6 دي خالص ويطلع لك الدي دي او السي 1 دي برقم كبير جدا. خلاص؟ طيب اي اي اس في الدنيا طلعت لازم تتشيك عليها، تتشيك ازاي؟ ادي الاي اس بتاعتك، هات الايه؟ الاي اس مينيمم المفروض ان هي 0.225 في جذر اف سي يو على الاف ييلد في البي في الدي. احسبها، لو طلع ان الاي اس مينيمم اقل من الاي اس بتاعتك اللي انت بتطلعها خلاص يبقى الاي اس بتاعتك تشتغل بتاعتك على طول اللي هي الاي اس ريكوايرد ب 6.22. طب فرضا طلع ان الاي اس مينيمم الرقم ده اكبر من الرقم ده، خلاص يبقى انت تشتغل ايه الاي اس مينيمم على الاي اس ايه؟ على الاي اس مينيمم. طب نفهم الكلام ده تاني، لو انت عملت ديزاين لسكشن وجيت سلحت السكشن ده وجبت قيمه الاي اس طلعت مثلا ب 2000 ملي متر سكوير، يعني جابت القيم المومنت اللي عندك جايبه لك قيمه اي اس ب 2000 ملي متر سكوير. طيب لازم انت تعمل تشيك على الاي اس مينيمم. طب الاي اس مينيمم دي معبره عن ايه؟ معبره عن اقل نسبه تسليح في القطاع بتاعك، ميو مينيمم في البي في الدي. الميو مينيمم دي عباره عن ايه؟ اقل نسبه تسليح في القطاع بتاعك، ما ينفعش تقل عنها باي صوره حتى لو قيمه المومنت بتاعتك قليله. خلاص، فلو كان طلع معاك الاي اس مينيمم رقم اكبر من 2000 مثلا بتاع الاي اس لازم تستخدم الاي اس مينيمم. خلاص، طيب انت دلوقتي كده خلصت ديزاين للسكشن 1 و2. خلاص خلصت ايه؟ ديزاين لسكشن 1 و2. تخش على سكشن 3 نفس الكلام، المومنت فوق فجاب لك ار سكشن نفس الخطوات بالظبط وجابت قيمه للاي اس 5.22. خلاص انت كده عملت ديزاين للسكاشن، فاضل لك انك ترسم الكاميرا بتاعتك الفيجن وكروس سكشن. خد بالك رسمه التسليح عليها اكبر من 30% وممكن توصل 40% من درجه الامتحان او درجه السؤال ده. يعني لازم تهتم جدا برسمه التسليح. خلاص، رسمه التسليح بقى ترسمها ازاي؟ اول حاجه حط قدامك شكل الكاميرا بتاعتك،
شكل المومنت بتاعك اهو، ادي ايه شكل المومنت. كان هنا كده في شد لان في مومنت فوق، يعني المين رينفورسمنت فوق، هنا كده في البوزيتيف مومنت تحت، يعني كل التسليح الرئيسي بتاعك لتحت. طيب هنا كده في شويه مومنت هتسلح عليهم برضو، المين رينفورسمنت بتاعك يبقى فين؟ يبقى فوق، وهكذا. فلما تيجي ترسم اول حاجه ترسم الدايمنشن بتاع الكاميرا صح، ركز قوي في دايمنشن الكاميرا. وفي فيديو هنزله انا كان موجود اصلا على الشانل بتاع انجت، موجود ازاي ترسم حاجات مايله كده كدايمنشن وتسليح، موجود وهرفعه لكم برده وهحط لكم اللينك بتاعه مع الفيديو ده. بترسم كده شكل الكاميرا بتاعك اللي هو الاسود ده من غير التسليح اللي جوه، وبعد كده ترسم بقى التسليح بتاعك، تركز قوي قوي قوي. ترسم المين ريفورسمنت الاول ازاي؟ ادي التسليح بتاعك عند الكانتريفر اللي هو سيكشن 2 كان مطلع كام؟ 6.22. خلاص يبقى انت هتعمل ايه؟ هتمد السيخ هنا، خد بالك بقى عشان هنا كان في ايه؟ في تداخل، يعني في مقص. هي دي ملاحظات بتاعه الكاميرات المايله يا باشمهندس، اول ما تلاقي كاميرا مايله يبقى هو بيمتحنك في المقصات. هنا كده في تداخل في المومنت يبقى في مقص، ازاي؟ ادي سيخ هيتمد كده ال دي، يعني ايه ال دي؟ يعني من نقطه التداخل دي او نقطه تقاطع السيخ مع السيخ ده تقيس ال دي للسيخ. ال دي للسيخ اللي هو كام؟ 60 الفاي مثلا، يعني تضرب 60 في 22 يطلع، نحسبه كده بالكالكوليتر، 60 في 22 يطلع 1023 مللي. 1023 مللي يعني كام متر؟ يعني 1.3 من 10 متر بالسكيل بتاعك. طبعا ركز كده شوف الاليفيجن عندك مرسوم بسكيل كام، تقريبا كان طالبه 1 لـ25، يعني هتضرب في 4 وترسم السيخ ده وهكذا. يبقى السيخ ده كده هتعمل له مقص، عملت له مقص ليه يا باشمهندس؟ عشان في تداخل في المومنت. باشمهندس يعني ايه اصلا مقص؟ ركز كده، شايف قيمه التداخل دي؟ المومنت بتاعك عامل تداخل، معناها ايه بقى في التسليح دي؟ خلاص ركز كده معايا، ادي المقص بتاعك. يعني ايه مقص بقى؟ يعني هتجيب سيخ من فوق من الكاميرا الجزء المايل وتمده على امتداده، وبعد كده هتعمل سيخ تاني على الجزء الافقي بتاعك، هما الاثنين يتقطعوا ويتمدوا بعد التقاطع بتاعهم مسافه اسمها ال دي اللي هي طول الرباط. خلاص لو سمحت نصيحه مني، وانت بترسم التسليح في الكاميرا ارسم معاه بالتوازي كده التفريد بتاعك. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني رسمت دلوقتي السيخ ده ونزلته كده من عند الهونش ومديته لغايه العمود زي ما انت شايف، ارسم نفس السيخ في التفريد اهو كده وتمده كده نفس بالظبط اللي انت رسمته فوق، وتكتب عليه قيمه التسليح 6.22 وهكذا. الجزء ده السيخ ده كده من هنا ممتد لغايه مسافه معينه هقولها لك دلوقتي، نفس الكلام ترسمه في التفريد. طيب باشمهندس السيخ ده هيقف فين؟ السيخ اللي هو من هنا لغايه هنا هيقف فين؟ المفروض ان هو يقف لغايه بعد المومنت ده بمسافه ال دي، احسبها برده 60 الفاي. يعني تشوف كده المومنت هنا واقف فين؟ تقريبا هنا، مده لغايه ما تخلص ال دي بتاعتك او طول الرباط بتاعك. خلاص؟ وترسمه في التفريد ما تنساش. يبقى انت رسمت خلاص الايه؟ المين رينفورسمنت بتاع الكانتليفر. خش بقى على ايه؟ على البوزيتيف مومنت. هنا كده على السكشن ده كان هنا كده في البوزيتيف جاب لك 5 فاي 2 جاب لك 11 فاي 25. قلنا ان احنا هنعملهم على كام صف يا باشمهندس؟ هنعملهم على صفين. لما حسبنا الان طلعت بست ايه؟ 6 بارز. فانت محتاج صفين في السكشن بتاعك. خلاص رسمنا اهو سيخين موازيين لبعض. سيخين موازيين لبعض ليه؟ لان عندك عدد البارز المسموح بيها 6 وانت عندك 11 سيخ. طيب هنا كده في تداخل ولا مفيش تداخل؟ ركز كده معايا، تداخل اهو وتداخل اهو، يبقى هنا كده في مقص اهو، هيظهر معاك مقصات اهي، ادي مقص هنا
ومقص هنا. المقص بتعمله ازاي؟ بترسم السيخ بركبه كده من عند نهايه او عند السبورت بركبه كده لغايه حته الكسره بتاعت الخرسانه، وتمد الكسره بعد الكسره دي تمد ايه؟ ال دي اللي هي 60 الفاي، يعني 60 في 25 وهكذا. هنا نفس الكلام، من عند العمود هتمشي لغايه الكسره، وبعد الكسره الخرسانه تمد ال دي. المقص معناه ايه؟ بعد ما رسمت السيخ ده تعمل سيخ على الافق، سيخ على الافق زيه بالظبط بنفس القيمه، هتمده لغايه الكسره وبعد كده تمده ال دي. نفس الكلام من الناحيه الثانيه. خلاص كده؟ طبعا انا قلت ليه صفين، لان الان بتاعتك بسته وانت محتاج 11 سيخ. طيب زي ما قلت لك ترسمها او ترسم التسليح هنا، ونفس الكلام ترسمه هنا في التفريد مع بعض عشان ما تنساش. يبقى انت لغايه دلوقتي رسمت ايه؟ رسمت تسليح الكنتليفر اللي هو 6.22 و6.22، رسمت تسليح البوزيتيف مومنت بتاع الكاميرا السيمبل اللي هو الخمسه اللي هو 11 هنا و11 هنا و11 هنا. فاضل لك ايه بعد كده؟ فاضل لك ترسم المين رينفورسمنت اللي فوق هنا عند قيمه المومنت دي. طلع 5 فاي 18، هتمده ازاي؟ تنزل ركبه من عند السبورت، خلاص، وبعد كده تمده من عند السبورت هنا تقريبا بوينت 2 الدي، تقريبا بوينت 2 الدي، يعني من عند وش العمود كده او بوينت 1 تقريبا 10% من الدبس بتاع الجيردر لغايه هنا كده. طيب باشمهندس ايه السيخ ال 5 فاي 18 ده؟ ال 5 فاي 18 ده اللي هو الستيرب هانجرز اللي هو تعليق كنات. بنجيبه منين يا باشمهندس؟ ده مالوش مومنت فوق، خد بالك، بتحسبه 20% من حديد الايه؟ البوستيف. يعني من الاخر ال 11 سيخ فاي 25 تحسب لهم الاي اس بتاعتهم بكام؟ تضربها في بوينت 2 تجيب اي اس، وبعد كده تطلع منها ال 5 فاي 18. طب تعالى نحسبها مع بعض، تعالى نحسبها مع بعض. دلوقتي ال 11 سيخ دول كانوا جايبين 5202 كاي اس، 5202 في بوينت 2 يطلع 1040 ملي متر سكوير. على عايز تجيبها بقى فاي كام؟ يفضل لو طلع الفاي 25 تعملها انت فاي 18. طب لو طلع هنا التسليح الرئيسي مثلا فاي 16 او فاي 18، اعمل لي انت هنا فاي 10 او فاي 12 كاستيرب هانجرز. خلاص؟ طيب هتحسب البوينت 2 من التسليح الرئيسي طلع معاك 5 ايه؟ 5 فاي 18. كده انت رسمت الالفيجن بتاعك. طبعا زي ما قلت لك في فيديو هحط اللينك بتاعه مع الفيديو ده عشان يوريك ازاي ترسم الكاميرا في المايل كده. طيب كده انت خلصت الايفيجن بسكيل 1 ل 25. يعني ايه سكيل 1 ل 25؟ افتكر تاني، كل بعد بالمتر اضربه في 4 وارسمه بالسنتي. طيب مطلوب منك رسم الكروس سيكشنز، رسم الكروس سيكشنز مطلوب بسكيل 1 ل 10، يعني كل بعد تحوله بالمتر وتضربه في 10 وترسمه بالسنتي. كويس. سيكشن 1 هل هنا كان في بلاطه؟ لا، ده كان عند الفويد، ما كانش في بلاطه هنا، لذلك هو معمول ار سيكشن صريح كده. طيب الشد فين والضغط فين؟ الشد تحت، المومنت كان تحت، فالسياخ من تحت اهو 11 فاي 25 اهم محطوطين على صفين، وبعد كده تعليق الكنات 5 فاي 18. طيب ايه بقى اللي في الاخر ده؟ 2 فاي 10 و2 فاي 10، ده الشرينكج بورز حديد انكماش. بنحطه امتى يا باشمهندس؟ لو كان السيكنس بتاع الكاميرا او الدبس بتاع الكاميرا اكبر من 60 سم، اكبر من 60 سم. فهنا مثلا هو متر، الدبس بتاع الكاميرا متر، اقسم على ايه؟ على 3، اقسم على 3 يطلع كام؟ يطلع 30 سم. يبقى قيس انت 30 سم من هنا وحط سيخ او 2 فاي 10، ونفس الكلام 30 سم و30 سم. خلاص؟ حلو جدا. سيكشن 2 وسيكشن 3 نفس الكلام، بس هنا هم ار سيكشن بس مش صريح، قال لي كان في سلابه هنا، كان في بلاطه موجوده هنا، فكان الشد فين والضغط فين؟
الشد عند الكانتليفر هنا فوق، فالتسليح الرئيسي 6 فاي 22 اهو. بس خد بالك ان نفس ال 6 فاي 22 دول لافين وجايين ايه؟ نازلين تحت، فلذلك هتلاقي 6 فاي 22 فوق و 6 فاي 22 تحت، وبينهم برضو شرينكج بورس. كويس. نفس الكلام في سيكشن 3 اللي هو عند المومنت الصغير ده، كان جايب لي 5 فاي 18 وايه؟ وتسليح مين تحت كده في البوستيف بايه؟ ب 6 فاي 25. باشمهندس ركز معايا عشان دي ملاحظه مهمه. ليه يا باشمهندس ما مدتش ال 5 فاي 25 دول ركبه مع ال 6 فاي 25؟ ركز كده. الماكسيمم مومنت فين؟ هنا. يعني عايز اقصى او اكبر تسليح هنا، وبيقل طول ما انت ماشي وراح عند السبورت. صح ولا لا؟ تمام. خلاص يبقى انت مديلي الصيغ ال 5 فاي 25 دول لغايه تقريبا مسافه كده يعني تلت لتلتين، خليها تلتين من عند الكسر. يعني قيس لي كده تلتين المسافه 3.64 اللي هي هنا دي، المسافه الماليه دي كانت 3 تقريبا 3.64. قيس لي منها تلتين ومد الصيغ بتاع 5 في 25 ده، انما لازم يكون تقريبا نص التسليح ممتد من الاول للاخر. يبقى دي ملاحظه تسليح، لازم نص التسليح يمتد من اول للاخر، وتقريبا النص الثاني يمتد تلتين المسافه. خلاص. فلذلك كان هنا المفروض 11 25، احنا مدينا نصهم نصهم الاكبر من اول للاخر، عمل ركبه، والخمس تسياخ الباقيين امتدوا لغايه تلتين المسافه تقريبا ووقفوا، لان هي دي قيمه الماكسيمم مومنت. انما هنا كانت المومنت هنا قليل، اقل من هنا بكتير. طيب في ملاحظه بس هنا صغيره في رسمة السكشن، كان في غلطة بس هنا صغيرة، إن 5 فاي 18 هنا محطوطة وهنا محطوطة 5 فاي 22. فنرجع كده للسكشن 3 شوف هو مسلحه على كام؟ هو مسلحه على 5 فاي 22 أصلاً، فكانت الغلطة بس موجودة في الإليفيجن، المفروض دي 5 فاي 22. خلاص؟ طيب يبقى هنا كان فوق 5 فاي 22 وتحت 6 فاي 25 وبينهم شرينكج بورس. كده أنت خلصت المسألة بتاعتك. أنا طبعاً قلت بسرعة شوية ملاحظات، والديزاين كان فيه شوية ملاحظات صغيرة. لو سمحت لما تيجي تذاكر الخرسانة بالذات في الأربع أيام اللي فاضلين، لو سمحت أنا عايز منك كذا حاجة. أول حاجة أنا عايزك تحل مسألة كاملة بالأرقام اللي هي بتاعة اللود ديستريبيوشن، عايزك تحلها كاملة بالأرقام بمساعدة الإجابات بتاعة المراجعة اللي موجودة مع إيه في ملازم باشمهندس ياسر. هتغلط في حاجات وفي حاجات فيها هتعرفها وفي حاجات هتقع منك، مش مشكلة، المهم انت في الاخر بتمشي مع الحل وتعرف انت ازاي بتمشي الخطوات بتاعته. عود ايدك انك تحسب اكتر ما تكتب. يعني مثلا لو حاجة محتاجة في الديزاين تكتب سطر معين اكتبه مرة واحدة في سيكشن واحد، ما تقعدش تكرره كل سيكشن. خلاص؟ ايه تاني؟ بعد ما تحسب او بعد ما تكتب السطر ده في سيكشن واحد وتحسبه بس في السكاشن المختلفة، هتكتب النتيجة بتاعة الايه؟ الاي اس بس. يعني في كل سيكشن تحسب الدي وتحسب السي 1 وتحسب الجي وتحسب الاي اس والتشيك الاي اس مينيموم بس. خلاص؟ حاول تاخد كريتيكال سيكشن عند الماكسيمم مومنتس بس. يعني لو في كانتريفر في سيكشن عند الكانتريفر، وفي سيكشن عند البوستيف مومنت الماكسيمم بس، وفي سيكشن على كنت المومنت اللي هي بتاعت ال دبليو ال سكوير 24 بس. غير كده ما تاخدش سكاشن ملهاش لازمه. خد بالك من الكمالات المايله. اتعود تعرف تحسب ازاي مومنت، تعرف تحسب اماكن التباعد واماكن التداخل. عشان التباعد والتداخل بيظهر معاك مقصات، عند مناطق التداخل يظهر مقص، وعند مناطق التباعد في المومنت مفيش مقص. خلاص؟ طيب ايه كمان؟ طبعا في حاجه انا نسيتها هنا بس ما قلتهاش في التسليح، الشرينكج بورز اللي هي 2 فاي 10 دي بتظهر معاك برده في الاليفيجن، بتظهر معاك في الاليفيجن اللي هي البورز دي. ايه كمان نسيت اقول؟ الكنات، لازم تحط كنات في التسليح بتاعك حتى لو انت مش حاسبها. بنحط 5 سيخ في المتر، بتحط كده تيجي على السيخ خط 5 خطوط جنب بعض كده من اول التسليح لغايه اخر التسليح. اوعى تمدلي الكانه
لغايه وش الايه؟ وش الخرسانه، لان الكهنه اصلا بتتعلق على التسليح نفسه، على سياخ الحديد نفسها، مش بتتعلق على الخرسانه نفسها، خد بالك. وعند كسرات الخرسانه خد بالك بتعمل كنات مكسوره، يعني من الاخر الكنات دايما عموديه على التسليح بتاعك، هتمشي عموديه وهنا عموديه، فلذلك في منطقه التداخل بيظهر معاك كنات بالمنظر ده، خلاص. خد بالك كمان عند الهونش بتاع الكانتريفر، عند الهونش بتاع الكانتريفر لازم شكل التسليح بيعمل كده، السيخ ممتد واصل لغايه وش العمود، خلاص. خد بالك، وعند حته المايله لازم تعمل مقصات، تمام كده. طيب هنحاول، ولو ما عرفناش اعذرونا، هنحاول نعمل فيديو تاني بيشرح الكراكنج والمومنت بتاع الكراكنج والوركينج والالتيميت والالتيميت ليم، لو ما عرفناش اعذرونا. المهم ان احنا حاولنا بس نلم معاكم المساله الكبيره دي بتاعت الايه؟ ال 60%، وحاول تعود نفسك تعرف تحسب رياكشنز بسرعه ازاي على الكالكوليتر، باستخدام مين؟ باستخدام السولفر، زي ما طبعا علمتكم في اولى مدني. حاول تتعلم تحسب رياكشنز بسرعه، حاول تعرف تتعلم كده بسرعه تحسب مومنت وما تغلطش فيه، لانك في خطوه الاستراكشر بالذات اهم خطوه هي حسابات المومنت صح. لو حسبت مومنت صح يبقى انت خلصت المساله تقريبا. خد بالك مناطق التباعد ومناطق التداخل في الكاميرات المايله، خد بالك الكانتريفر المومنت بتاعه فوق نيجاتيف، المناطق البوستيف تسليحها تحت. اوعى تحط تسليح غلط، اوعى تحط مومنت الشد يكون فوق في الكانتريفر وتحطه لي تحت، اوعى يكون في السيمبل الشد المفروض يكون تحت وتحطه فوق. الكلام ده كله فيتال ميستيك، كل ده هتسلح عليه غلط، وكل ده هيخلي درجتك بدل ما تاخد درجه كامله تنقص تقريبا نص الدرجه ولكن تلتين الدرجه كمان. الفيتال ميستيكس بتوقع الناس في الامتحانات، ما توقعش انت نفسك فيها. اي كسرات خرسانه زي المنظر ده لازم يبقى في الارم في دماغك ان في مقصات لو في تداخل في المومنت، ولو في تباعد خلاص ما تحطش مقصات، خلاص. اتمنى اكون فدتكم كده بسرعه في المساله بتاعه اللود ديستريبيوشن. حاول تحل كتير في مسائل اللود ديستريبيوشن، تعود نفسك على الحل، وتشوف افكار كتير من الامتحانات هينزل لك انت ملازم كذا ملزمة مراجعه كده باشمهندس ياسر هينزلها لك. حاول انت تقعد تحل كده كام مساله بايدك وما تقراش المساله بعينيك. و هنزل لكم انا كده لينك في عامل تقطيعه كده لكذا ملزمه وكذا مساله كده مهمه، مقطع لكم الحل بتاعها والملاحظات فيها وهنزلها لكم، دي برضو يمكن تساعدكم شويه في المذاكره. ربنا معاكم، ويا رب كده يعني تدعوا لنا، اتمنى دعواتكم بس في الايام دي، وربنا معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.